طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا وافق خميس عبد الله، مشرف مجموعة الباحثين. اليوم إن شاء الله نلتقي في لقاء جديد وبنار، نستضيف الأستاذ الرائع أمجد هاشم اللي هو عنده الآن الساعة 1 ظهر، شكرا لزمنه. هو مقيم في كندا، هيتكلم لنا عن المختبر أو فكرة المختبر التدريبي لريادة الأعمال. أستاذ أمجد هاشم هو حاصل على رخصة دولية لريادة الأعمال كأول مدرب معتمد من السودان، صمم نظام ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة المتوسطة في السودان. هو مدير تنفيذي، أول مدير تنفيذي لمجلة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطبع الطبعة العربية، وهي نسخة من المجلة الأمريكية. اشتغل مدير لتطوير الأعمال في مجلة ليدرز، مؤسس فعالية انتربرينورز كافيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هو أول سوداني سجل لبرنامج ماجستير في ريادة الأعمال في السودان في الدمام الإسلامية في 2014. دي مقدمة بسيطة عن الأستاذ أحمد هاشم، وتفضل يا أستاذ عرف عن نفسك ورينا المحاور اللي هتتكلم لنا عنها اليوم. تفضل. شكرا جزيلا يا أستاذ وفي، أخوي وصديقي الجميل الظريف، وشكرا جزيلا لمبادرة يعني الباحثين السودانيين. والله انكم لو تعلمون لتقدمون يعني تقدمون عمل جميل وعمل قوي. يعني العمل ده انا شفته في كثير من الدول، وكنت بتحسر انه ما في منصه معرفيه بتجمع الشباب اللي عندنا وتفجر الطاقات الموجوده للخبراء اللي عندنا يعني. فشكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لصديقي العزيز الدكتور انور، وشكرا للتيم والمجموعات اللي عارف انكم انتم بتشتغلوا على حساب وقتكم، على حساب ظروفكم، على حساب الضغوطات اللي بتواجهوها، ولكن والله هذا العمل تؤجرون عليه. يعني ده يعني إشاعة المعرفة والثقافة، يعني تؤجرون عليه وبتقدمون عمل جليل يعني. فأنا كان لازم عليه في البداية لازم يعني أشكر المبادرة. أنا شخصيا قاعد استفيد وتعلم منها كثير جدا جدا صراحة يعني. أنا يمكن السي في بتاعي موجود عندكم، وفي ناس يعني ما كتار بيعرفوني، ناس ما كتار لكن المهتمين في التخصص بتاعي، فأنا بكون التقيت بهم. أنا أمجد هاشم، أنا حاليا مقيم هنا في كندا. أنا اشتغلت في المجال بتاع ريادة الأعمال بالصدفة من 2006 صدفة. الشركة اللي أنا كنت شغال فيها هي شركة بتاعت ريادة أعمال، كانت قبليها شركة بتاعت ميديا وكونفرنس ومؤتمرات عادية. أول حاجة الصوت كويس. تفضل. تمام، كل شيء تمام. من 2006 يعني أنا كان عندي يعني وله بثقافة العمل الحر، ويعني الرغبة اللي اتلاقت مع مديرة العمل آنذاك، أنا مديرتي يعني أستاذة وسيدة أحترمها جداً، انه احنا نحول المجال لرياده الاعمال، وما في ما كان في مصادر معرفيه او ما كانت رياده الاعمال ما معروفه في المنطقه العربيه. فاخذنا فرانشايز وعلامه تجاريه من انتربرنورز الامريكيه، هي اكبر جهه لرياده الاعمال يعني في العالم، واخذنا الحقوق بتاعه المجلات بتاعتهم والمؤتمرات والحاجات، بقينا ناخذها من الانجليزيه ونترجمها للعربيه، واصدرنا كنا مجله رواد الاعمال ميدل ايست، دي مجله تابعه لنا في 2007. في 2007 وانطلقنا في هذا. دي رحلتي يعني. يعني انا رياده الاعمال بالنسبه لي ما هوايه، يعني انا رياده الاعمال بالنسبه لي الحاجه اللي كنت باكل منها عيش يعني. انا باخذ مرتب انه انا شغال على رياده الاعمال، ولغايه يوم الليله انا ما اشتغلت وظيفه طوال 14 سنه غير ريادة الأعمال بطريقة مهنية، بطريقة بروفيشنال احترافية يعني. يعني أنا ده الباكل وبشرب منه مرتبي. أصلاً ريادة الأعمال بالنسبة لي ما كانت هواية في يوم من الأيام. ده ساعدني إنه أحاول أحضر كثير من المؤتمرات، أحضر كثير من ورش العمل، أحضر كثير من الفعاليات على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا، وفي نفس الوقت بديت اعمل ماستر في رياده الاعمال. ده عنده قصه ظريفه يا وفي انا هحكيها لكم، لانه ده اهم من التعريف يعني. انا اقعد اعرف كثير عن انا عايز اعرف نفسي من خلال الماده اللي انا بشتغل فيها يعني. من 2011
كان في كثيرين من الشباب عندنا في السودان بيراسلوني بيقول لي يا امجد يا اخي عايزين مرجع لرياده الاعمال، عايزين كتاب، عايزين نقرا، عايزين نعرف. للاسف في السودان كله ما في ولا بحث اكاديمي ولا كتاب واحد عن رياده الاعمال ولا عن المشروعات، يعني رياده الاعمال بالتحديد. الموضوع كله متلخص عندنا في التمويل الاصغر. يعني احنا محجمين فكره رياده الاعمال في التمويل الاصغر المايكرو فاينانس، والمايكرو فاينانس يعتبر 5% من رياده الاعمال. ففي 2012 فكرت انا ليه ما اعمل دراسه بحثيه اكاديميه عن رياده الاعمال في السودان، اساعد بها الشباب واساعد بها المهتمين. انا عندي شغف وعندي حب لرياده الاعمال، فالموضوع كان لايف ستايل بالنسبه لي. فاقنعت كثير من الجامعات، لفيت كثير من الجامعات، يعني المختصر يعني اعتذروا لي الجامعات، جامعة السودان، الأهلية، جامعة الخرطوم، الأزهري، النيلين، بيقول لنا احنا ما بنعرف رياده الاعمال، جيب لنا مشرف وتعال. يعني احنا ما في واحد حيقدر يتكلم معاه في الموضوع ده، لا عندنا كليه، لا عندنا دراسات صادره، لا عندنا. لغايه في 2014 قدرت اقنع محل الدراسات الاستراتيجيه جامعه ام درمان الاسلاميه انه انا عايز اقدم بحث عن رياده الاعمال. انا كان يا وفي او الشباب الموجودين، انا كان عندي امكانيه اعمل الماستر بتاع رياده الاعمال ده في اكثر من 20 دوله خارجيه بحكم علاقاتي وبحكم انا لي 20 سنه برا السودان. لكن انا قصدت اعمله في السودان عشان يعني يكون في بحث اكاديمي، واعمل اسراء للمكتبه السودانيه ببحث عن رياده الاعمال يستفيدوا منه الناس، خاصه انا لما جيت اعمل الماستر ما لقيت دراسات سابقه. حاليا الناس الشغالين بعد انا شفت بقيت بعد 2017 2018 في اكثر من شخص بيحاول يعمل ماستر في رياده الاعمال، ممكن كده يلقى دراسات سابقه. فالحمد لله قدرت من ناحيه عمليه، من ناحيه معرفيه، من ناحيه بتاعت مؤتمرات، من ناحيه اكاديميه افهم في رياده الاعمال بصوره ما بطاله. واشتركت في كثير من الخطط الاستراتيجيه في كثير من الدول، فتعلمت كثير كثير خالص جدا. ولغايه ما حسيت جيت هنا كندا وستيل انا بقرا في حاجه عن رياده الاعمال وشغال في نفس الوقت في هذا المجال. ده كل الحاجه اللي انا بقدر اقولها عني حاليا. انا دائما في المحاضرات بتاعتي او في ورش العمل يعني بتكلم النقاط دي على اساس انه انا الماده الحقيقيه هي ماده معرفيه، يعني ماده موجوده، ماده حقيقيه. يعني انا ما حجيب حاجات كرياتيف من عندي ولا ابدع، يعني انا بعتمد على مصادر معرفيه تطبيقيه انا مرت بها وشفتها موجوده قدامي. في اللايف ده في الساعه ونص هنحاول ان احنا نتكلم عن ثلاثة نقاط، والثلاثة نقاط دي قمت انا دخلت لها في موضوع قديم عن منظمه طوعيه تحاول تساعد النساء في السودان. هتكلم فيه في جزئين، يعني في البدايه في المقدمه هتكلم، وفي اخر اللايف هتكلم عن الجانب الباقي. انا هحاول في الساعه ونص دي الموضوع ده كله ينتهي في 45 دقيقه، على اساس انه بعد ال 45 دقيقه لو في مثلا مجالات بتاعت اسئله is okay. It's okay. جاهزين نبدا؟ عايز تقول اي حاجه؟ لو عندك اي حاجه ممكن تقاطعني، يعني لو في شيء. انا لما نجي نتكلم المحور الاول حنتكلم عن رياده الاعمال او مفاهيم حول رياده الاعمال. طبعا كثيرين جدا قادرين جدا، يعني كثيرين جدا في مش في السودان بس، حتى في الشرق الاوسط كله، في شمال افريقيا، ما هي رياده الاعمال، ما هي من هم رواد الاعمال، ما هي رياده الاعمال، من هم رواد الاعمال. والموضوع انا ما اقدر ادخل في الديفينيشن، انا ما اقدر ادخل في التعريف، انا ما بيهمني التعريف اكثر من بيهمني انا هستفيد منه شنو. يعني شايف في ناس بيتكلموا عن الصوت، انا ما اعرف الصوت كان كويس ولا واصل الصوت تمام. الناس اللي عندهم مشاكل في الصوت ما عرف المايكروفون من عندهم، يعني ما من عندك، ما في مشكله، كل شيء تمام. بس اوكي بحاول بساعد. انا ما بهمني التعريف اكثر يا شباب، انا ما بهمني التعريف اكثر مما انا حستفيد شنو من رياده الاعمال. فانا هنا الليله ما جاي اتكلم عن تعريف رياده الاعمال. كل الناس اللي مشت محاضرات ورش عمل وضربت جوجل واليوتيوب عرفوا
هعرفها، بس انا ما حوقف في الموضوع، ما هتعمق في الموضوع، بس هعرفها بطريقه سريعه. لكن انا بهمني المفاهيم شنو حول رياده الاعمال. رياده الاعمال في مفاهيم مغلوطه كثيره. واحد، يا جماعه رياده الاعمال دي في اغلبيه الناس في المنطقه العربيه كلها بيتعاملوا مع رياده الاعمال كانها رابطه او كانها جمعيه في كورنر. يعني يا جماعه تعال نلبس ونستحمى ونلبس نمشي ماشيين رياده الاعمال، زي كانه ماشيين نحضر حفله في انضباط. او رياده الاعمال دي عباره عن رابطه، نحن ناس رواد الاعمال تعالوا انضموا لنا، او دي جمعيه. يا جماعه رياده الاعمال يعني ما بالصوره الهامشيه اللي احنا بنتكلم عنها. رياده الاعمال بتدخل في كل المجالات الحياتيه، المجالات الانسانيه. رياده الاعمال ممكن تحل بها، هي منظومه اقتصاديه ممكن تحل بها، او طريقه او اليه بتاع تفكير او اليه بتاع عمل ممكن انت تحل بها مشاكل اقتصاديه، ممكن تحل بها مشاكل سياسيه، ممكن تحل مشاكل رياضيه اجتماعيه ثقافيه. فرياده الاعمال ممكن بتدخل في كل هذه المجالات. في التعليم، رياده الاعمال عندها ميزه لما تدخل في المجالات دي كلها بتسرع من نمو الحاجات دي للافضل. لو استخدمت اليه رياده الاعمال في انك انت دخلتها في الاقتصاد، الاقتصاد بتاعك ده لو انت عايز خط خطه طويله الاجل لعشر سنوات، فرياده الاعمال بتساعدك انك توصل للحل في 5 سنوات. دي ميزه رياده الاعمال، انه بتسرع التنميه للافضل. الاليه دي، فيا جماعه احنا لازم نتعرف على الاليه. رياده الاعمال يا جماعه هي خطه استراتيجيه للدوله. يعني رياده الاعمال ما عباره عن مقال بيتكتب في جريده او عباره عن بوست بيتكتب في الفيسبوك. رياده الاعمال التعليم مبني، بعدين حنتكلم عن الموضوع ده. فده الشيء الثاني، في ناس بتخلط بين المشاريع الرياديه والمشاريع الصغيره والمتوسطه. انا اتكلمت في الموضوع ده اكثر من مره. كل المشاريع الرياديه بتبدا مشاريع صغيره. هناك من يتجه للمشاريع الرياديه، وهناك من يظل مشروع صغير الى ابد الابدين. المشاريع الرياديه دائما مشاريع قابله للنمو والتطوير. مشروع صغير، مشروع متوسط، مشروع كبير، مشروعات قابله للنمو. المشروعات الرياديه تمتاز بالابداع، تمتاز باشياء كثيره جدا. ممكن يكون عندنا زي ما بقول 1000 مشروع ناجح، مشاريع ناجحة، 1000 مشروعات ناجحة، لكن المشروعات الناجحة 1000 دي فيها فقط بيكون زي 10 مشروعات ريادية. المشروعات الريادية دي فائدتها إن هي بتدي قيمة مضافة للمجتمع. المشروعات الريادية دي بتحدث الفارق. يا جماعة المشروعات الريادية بتجلب الرفاهية لدولة. المشروعات الريادية بتجلب الرفاهية لدول. يعني شخص واحد رائد أعمال ممكن مش يساهم في الدولة، فقط يجلب الرفاهية لدولة، زي ما عملوا ناس أبل بموبايل، عمل رفاهية لثلث العالم. أبل رفاهية لثلث العالم، ما رفاهية لدولة واحدة. فيسبوك رفاهية لكم؟ تقدر تقول لي كم دولة مستفيدة من فيسبوك؟ تقدر تقول لي حسب فيسبوك بشكل شنو في حياتنا؟ أهميته؟ أي واحد بيقدر يعمل شيء زي الفيسبوك؟ يبقى الفيسبوك ده مشروع ريادي والولاء هو رائد أعمال. ما في مشروع ريادي إلا ولاه رائد أعمال. أنا بحاول أتكلم باختصار عن مفاهيم ريادة الأعمال، عشان إنه يعني في بعض اللايفات وبعض التسجيلات في الصفحة بتاعتي بتكلم فيها بتفاصيل بساعة أو بساعتين، فعشان كده ده نحن يعني بحاول أتكلم بطريقة أسرع في الموضوع ده. واللايف ده كله عبارة عن فكرة للمختبر التدريبي اللي بيشمل الحاجات دي. في نقطة أخيرة في موضوع المفاهيم بتاع ريادة الأعمال، هو رواد الأعمال ده ممكن يتصنعوا؟ واحد جواب يا وفي، أنا ما شايف الصفحة طبعا. ممكن تصنع رائد أعمال؟ السؤال ده للشباب اللي معانا هنا. أي انت ذاتك معايا الإجابة يمكن يكتبها. انا معاك، انا كده بحاول ادير لك الجلسه قدر الامكان. ايوه معاك. أوكي. بس انا ما بحب اتكلم بلاي، يعني
انا ما بتحب اتكلم بلاغي تمام يعني، تمام أنا معك معلش انا ممكن استخدم إجابة من احيانا استخدم، شايف الدكتوره خلود سليمان معانا، الدكتوره خلود يعني احدى الباحثات والمدربات والمتخصصات في مجال رياده الاعمال في المنطقه العربيه كلها، وهي عندها مخزون هائل من الخطط الحكوميه والتنمويه في المجال بتاع رياده الاعمال. الدكتوره خلود هي استاذه بالنسبه لي، وشرفنا يكون موجوده معنا هنا كذا. انا امجد هاشم احسب نفسي للاجابه على السؤال ده، انا امجد هاشم احسب نفسي انه انا بفهم معلومات ما بطالب في رياده الاعمال. انا بفهم معلومات، اجتهدت في خلال 15 سنه 14 سنه اكاديميا وتطبيقيا وعلميا ومعرفيا وورش عمل ومحاضرات ودورات وكتب وقرايه وشهادات سيرتيفيكيت، بفهم كويس. انا حاسس كده لانه انا اجتهدت والله يا جماعه، هي ما قصه بتاعت غرور، ولكن انا اجتهدت اعمل شنو يعني، ما اكذب يعني. طيب رياده الاعمال ده احد شروطه انه يكون رياده الاعمال ده يكون مشروع تجاري، يتسم عمل تجاري حر، يتسم بالابداع، يتصف بالمخاطره. والمشروع الريادي لازم يجلب ثروه، مش ما يجلب قروش كثيره، يجلب ثروه. يعني اللي عنده مشروع، اللي عنده، لو شفت لك مشروع والمشروع ده بيدخل عدد محدود من الـ من الـ من الـ من المال، ده ما مشروع ريادي ولا له وش نحسبه. مشروع ريادي ده ده, ده 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 بيجلب ثروه وليس بيجلب ملايين. حاليا انا امجد هاشم بفهم في رياده الاعمال. انا حاسس لو فتشتني ما بتلقى عندي، يعني عشان انا قاعد في كندا ما بتلقى عندي 200 دولار. وين الثروه؟ انا ما بفهم في رياده الاعمال كويس. انا لي 14 سنه شغال في المجال ده، وسافرت اكثر من 31 دوله في المجال ده، وقابلت منظمات حكوميه ومنظمات دوليه ووزراء قابلت ناس وبفهم كثير وبعرف. ليه ما بقيت رائد اعمال عندي ملايين؟ ليه؟ ليه ما صنعت للمقاطعة في تساؤل من دكتور خلود، بتقول لماذا تجاري وليس، أو لماذا لا يكون صناعي أو تكنولوجي أو خدمي، أو لماذا تجاري فقط؟ كل التجاري والخدمي والتكنولوجي دي مشروعات تجارية عمل حر، هي كلها عمل حر في النهاية. فنحن بنطلق على المشروع التجاري دي كله تفاصيله، الصناعي أو التكنولوجي أو الخدمي أو كل الحاجات دي، لأنه هم في النهاية كلها بتكون مشروعات تجارية تجلب ثروة، فهي مشروعات تجارية. يعني الأمبريلا بتاعتها، إنه المظلة بتاعتها، إن هي مشروعات تجارية وعمل تجاري حر. ده وصف المشروعات الريادية، إنه هو عمل تجاري حر يتسم بالإبداع، يتصف بالمخاطرة. ده التعريف النموذجي للمشروعات الريادية. وكل مشروع في العالم عايز تعرف مشروع ريادي ولا ما ريادي، تعال أسقطه في هذه العبارة. إذا توافق مع هذه العبارة فهو مشروع ريادي، إذا لم يتوافق مع هذه العبارة فهو مشروع قد يكون مشروع صغير وناجح وبيجلب مليارات، لكن ليس مشروع تجاري، ليس مشروع ريادي. تلقى في مشروعات فيها إبداع لكن ما فيها مخاطرة. المخاطرة المقصودة هي المخاطرة المحسوبة وليست المخاطرة الحمقاء. فبالتالي إذا في مشروع فيه إبداع وما فيه مخاطرة فهو ما مشروع تجاري، ما مشروع ريادي. وإذا في مشروع فيه مخاطرة وما فيه إبداع فهو ليس مشروع رياديا. يجب أن يتسم الإبداع ويتسم المخاطرة ويكون عمل تجاري حر. ما تكون شغال موظف وتقول لي أنا شغال في مشروع تجاري، لازم تكون شغال، يعني لازم العمل ده يكون عمل تجاري حر. طيب في ناس بتسالني يعني عشان نقفل الباب ده، يعني بتقول لي طيب ليه امجد يعني يكون مشروع، يعني شنو مشروعات رياديه يعني، وليه انت حكيها كده يعني لازم مشروع ريادي وما دام المشروعات الصغيره فيها نجاح، يعني شنو لازم يكون ده مشروع ريادي يعني؟ المشروعات الرياديه نفس التساؤل اللي اتكتب الان، اتكتب من ولاء عثمان، بتقول لو سمحت طيب مشروعك الريادي شنو يعني، ممكن نستفيد شنو؟ ما يعني شنو مشروع ريادي؟ اوكي ليه يكون عندنا مشروع تجاري؟ أيوة. يا جماعة قلنا أول حاجة، خلينا نثبت حاجة، إنه لو إحنا عندنا ألف مشروع صغير وناجح، 10 منهم بيكون في مشروع ريادي، 10 منهم بتكون الصفات الإبداع والمخاطرة اللي إحنا تكلمنا عنها. المشروعات التجارية يا جماعة دائما فيها إبداع،
المشروعات التجارية دائما، المشروعات الريادية دائما بيكون فيها قيمة للمجتمع. يعني أنا ممكن يا وفي يكون عندي الآن صالون بتاع حلاقة. الصالون بتاع حلاقة ده ناجح وبدخل قروش كثيرة، ومنظم ومرتب ومحترم ونظيف وشكله جميل. بس الصالون التجاري ده لما تيجي تقيس قيمته للمجتمع ما بتلقاها في تأثير ملموس للمجتمع. المشروع الريادي ده، المشروع الريادي ده دائما بيكون فيه قيمة ملموسة للمجتمع، المجتمع ذاته يحب المشروع الريادي. إحدى شركات السيارات، إحدى شركات التوصيل الموجودة في السودان اللي كانت ماشية إن تكون مشروع ريادي، ولكن الآن يعني شوية متعسرة أو شوية للظروف الموجودة أو الشباب اللي فيها ما طوروها وكذا. أنا بعرف ليش شركة بتاعت ترحيل زي دي، شركة بتاعت توصيل، الشركة دي كاتبة إنه زي شركة أوبر، زي شركة ترحال، زي ليمون، زي الشركات دي كريم. الشركة بتاعت التوصيل دي كاتبة إنه التوصيل للمستشفيات مجانا، وكاتبة التوصيل إذا أنت مريض وعايز توصل دواء للصيدلية مجانا. يعني تتصل على اللي في التطبيق، تجيك العربية بترسلها، العربية بعد ما تجيك البيت بتشيل الروشتة منك وبتمشي الصيدلية تشتري الدواء وبتجيك البيت بتديك العلاج. هل المجتمع هيحب الشركة دي ولا ما هيحبها؟ هل المجتمع هل استفاد من الشركة دي ولا ما استفاد؟ هل تعتبر هذه قيمة إضافية ولا لا؟ هذا هو المشروع الريادي، يقدم أثر للمجتمع، المجتمع يحب ده إجابتك يا ولا ده المشروع ده المشروع الريادي بيعمل كده. المشروع الريادي بيأثر في الناتج المحلي القومي للدولة، ما عايز أدخل في التفاصيل كثيرة. معلش للمقاطعة قبل ما تمش، طيب فكرة الشركة اللي بتوصل الأدوية من الصيدلية بالمجان، هل معناه المشروع الريادي لابد يكون فيه حاجة مجانية؟ لازم هو مشروع تجاري وربحي، يعني هل بالضرورة يكون فيه شيء مجاني؟ يكون فيه قيمة إضافية. القيمة الإضافية دي لو مدفوعة الثمن ما مشكلة، أربح أربح، لكن بس قدم قيمة إضافية للناس. ما في شركات عندنا في السودان هنا بتقدم دقيق وبتقدم مشروبات وبتقدم حاجات بتستفيد ملايين الدولارات، صح؟ قاعد تقدم شنو للمجتمع؟ هل سمعت ان الشركه دي بنت مركز بتاع عظام؟ هل سمعت ان الشركه دي بنت مدارس تعليميه؟ هل سمعت الشركات الضخمه اللي بتاخد مليارات دي مشت بنت الفصول الواقعه في الفيضان؟ الشركات دي ما بتاخد ملايين الدولارات، لأن دي شركات تقليدية، لأن دي شركات أي نعم ناجحة لكن دي ما شركات ريادية. الشركات الريادية فيها أخلاق، فيها أخلاق المهنة، فيها أخلاق البزنس، ودائما تحدث الفارق. دائما كل ما تشوف الشركة كده بتلقاها عملت حاجة، يا سلام، كل مرة تفاجأك، فيها إبداع، فيها ابتكار. لذلك أنت حاسس حاليا لو ما اتجهت نحو الإبداع والابتكار ما بتمشي لقدام. حاسس إن إحنا في مشكلتنا الحالية في السودان. الحاجه اللي عايز اكد عليها انه يا جماعه رواد الاعمال ده ما بيتصنعوا. امشي قولوا الكلام ده، قولوا امجد هاشم قال الكلام ده، انا الكلام ده مسؤول عنه قدام كل البشريه. لو ما تسمع عليك يقول لك ما حد التدريب الفلاني، نحن نصنع رواد الاعمال، ما في كلام زي ده. ما في مصنع، ما في رواد الاعمال بيتصنعوا. رواد الاعمال ده عندهم سمات رياديه زي الجينات، في الغالب بيتولدوا بيها. السمات الريادية دي زي الـ ليه احنا بنقول سمات وما بنقول صفات؟ بنقول سمات لأنه السمة حاجة ملتصقة بالقوة الدافعة، ملتصقة بالإنسان زي الجينات. الصفات دي مهارات مكتسبة من الخارج. لذلك أنا استخدم مصطلح سمات وليست صفات. الصفات دي كلنا ممكن نكتسبها، لكن السمات ما كلنا ممكن نكتسبها. عشان كده بقول من 1000 شركة في 10 شركات، 10 شركات ريادية. والمشروعات الريادية والشركات الريادية يجب أن يكون وراءها رواد أعمال عندهم سمات وليست صفات. ناس لا تهاب الفشل، عندها ثقة في النفس، أذكياء، عندهم ذكاء مجتمعي، بيبحثوا عن المعلومة،
عندهم الإصرار والصبر والجلد، وعندهم القوة والمثابرة، يموتوا واقفين لا يهابون الفشل. أنا حسي أمجد ده بفهم كثير في ريادة الأعمال، لكن بخاف من الفشل. هذه حلوها كيف دي؟ أمشي أدخل معهد عشان أتعلم ما أخاف من الفشل؟ أمشي أدخل معهد عشان أتعلم ما أثق في نفسي؟ دي مهارات. في واحد بيدخل السوق بياخد على راسه بيطلع من السوق، في واحد بيدخل السوق بيحب انه يتضرب على راسه، بتكون مبسوط ومتكيف انه بيتضرب على راسه، لكن بواصل وبيقاتل من اجل هدفه من اجل حلمه. فلذلك دي سمات. هل الكلام اللي انا قاعد اقوله ده كله في السمات دي هل بتكون موجوده في كل الناس؟ يعني احنا لو جبنا حسي 100 من اللي بيحضروا هنا في اللايف، ال 100 ديل على السمات دي انا حسب اتكلمت عنها، لا يهاب الفشل، القوي، الذكاء المجتمع، الثقه، الصبر، الجلوء، الجلد، الكذا، هل دي موجوده في المية كلنا؟ ولا بتكون موجوده في 10 او في 5؟ ديل اللي ممكن يصنعوا مشروعات رياديه، ديل اللي ممكن ياثروا في الاقتصاد السوداني، ديل اللي ممكن هم يعملوا شركات، تلقى الشركات بتاعته فجاه بقى شركات اقليميه وعندهم مستثمرين دوليين. المستثمر اللي عنده قروش الخارجي لما يجي عايز يستثمر بيبحث عن صفتين عشان يستثمر معاهم، بيبحث عن شخص يمتلك المعرفه والنو هاو، وشخص يمتلك التمويل لمشروعه اللي هم دول رواد الاعمال. يعني الصفتين دي ما موجوده الا في رواد الاعمال، المعرفه مع المال. في ناس عندهم مال لكن ما عندهم معرفه، في ناس عندهم معرفه لكن ما عندهم مال. اللي بيحملوا الصفتين ديل هم الانتربرنورشيب، رواد الاعمال. المستثمر الخارجي بيجي يبحث عن رواد الاعمال عشان يعمل معاهم بارتنرشيب، يعمل معاهم شغل. فبالتالي المشروعات السودانيه لرواد الاعمال السودانيين بتطلع للخارج، بتدخل عمله صعبه للبلد. رواد الاعمال ممكن بابتكار يوفروا ملايين الدولارات على خزينه الدوله. دي ما بيعملوها ناس صالون الحلاقه وناس محلات العقارات، وما احترامي لهم، دي مشروعات رائعه، هم احسن مننا بكثير واحسن مني بألف مره. انا هنا الان ما بقلل من ده، انا هنا بعظم دور رواد الاعمال والمشروعات الرياديه اللي بتنهض بالدول. ولما نجي في المحور الثالث حنتكلم عن الموضوع ده اكثر، يعني المفروض الدوله تعمل شنو. ف ده ما يخص المفاهيم حول رياده الاعمال وحول رواد الاعمال. فعشان لو في اي اسئله أنا ممكن أتكلم فيها. هختم المحور الأول ده عشان الناس تفهم أكثر إن رواد الأعمال ده ما بيصنعوا. رواد الأعمال ده يبحث عنهم فقط. دور المعاهد التدريبية ودور الخبراء ودور الوزراء ودور الحكومة إنها تبحث، ما دورها إنها تصنع، ولا دور المراكز التدريبية ولا دور البنوك التمويلية إنهم يصنعوا. ولما تقول لك نحن نصنع رواد الاعمال، انتوا مع احترامي للكلمه ده كذب، ودي متاجره بارزاق. انا دائما بستخدم مصطلح صعب جدا وفرد لما يتكلم، بقول دي متاجره بارزاق. يا اخي انت يا اخي رواد الاعمال ده دائما ناس بيبدوا من الزيرو، فبالتالي يعني ناس حلمهم وحياتهم بيحملوا كل التطلعات دي عشان يشتغلوا فيها. يا اخي ما تكذب معهم، الموضوع نوت جيمز، ما لعبه ولا هزار، خليك صادق مع الناس. انت عليك تبحث عنهم. رواد الاعمال موجودين في كادولي، رواد الاعمال موجودين في 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 حمد النيل، موجودين في كسلة، موجودين في الدمازين، موجودين في الكلاكلة، موجودين في الحتات دي. كلنا قاعدين نسمع والله يا اخي فلان الفلان ده ابتكر له حاجه كده، ده في مدني والله، ذاك ولف له مكنه وعمل له مخرطه وكذا بتاعت عربيه. والله في واحد ما قاعد تسمع، ما قاعد تشوف الكلام ده في الشوارع، ما قاعد تسمع الكلام ده في ما قاعد تقول الكلام ده في الفيسبوك. ده الناس موجودين في قلت لك في 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 منتشرين في السودان، بس ما في واحد عارفهم، ما في واحد شايفهم. بدل ما انت تمشي تصنع وهم ما بيصنعوا، ابشي ابحث وامشي جيب الناس دي، جيب الناس دي اعمل لهم بولشنج، علمهم يعني شنو يعملوا خطط عمل، علمهم يعملوا يعني شنو يعملوا دراسه جدوى، علمهم يعني كيف يهندلوا البزنس الموديل بتاعهم، كيف الناس دي يسوقوا مشروعهم، كيف الناس دي يديروا مشروعهم، علمهم.
لأن رواد الأعمال ديل يا جماعة ممكن يكونوا أميين. أنا عارف دي مفاجأة لناس كتار. الناس بتفتكر رواد الأعمال ده برستيج إيمج. رواد الأعمال ديل بيخلفوا رجع رجل الناس اللي بيتكلموا إنجليزي واللي بيقعدوا قدام وبيلبسوا كيف وده رواد الأعمال. نو رواد الأعمال ده قد يكون أمي لا يعرف أن لا يستطيع الكتابة ولا القراءة، فلذلك ما بيعرف من تراث الجدول، لكن هو عنده الابتكار والإبداع. دورك انك تجيبه تملك الابداع والابتكار وتعلمه الحاجات دي وتعملوه البولشنج. تعملوه البولشنج هيبقى جوهره، هيبقى بيل جيتس السوداني، هيبقى ستيفن جوبز، هيبقى مارك بتاع فيسبوك، هيبقى دي النماذج كده بتطلع رواد الاعمال. مو نرجع نلعب كوتشينه هنا في اللايف ده، كان من الجنسين اللي بيلعب كوتشينه منه. الناس الحريفه، الناس الحريفه، انا والله ما حريف، ما بتاع ويست ولا بتاع حارت، ما حريف. الناس الحريفه في الكوتشينه بيعرفوا انه الاس هو اقوى كارت في الكوتشينه. الاس انت لما تيجي تفرق الورق، هل الكوتشينه بيكون بشكلها العديل ولا بتكون مقلوبه؟ وانت بتوزع الكوتشينه، هل وانت بتوزع الكوتشينه بتعرف الاس مشرب منه؟ بتعرف الاس وين؟ انت ما بتعرف الاس وين الا بعد ما ترفع الكوتشينه وتشوف الاس. ده رائد العمل. رائد العمل انت ما بتقدر انت تصنعه ولا بتقدر توزع على نفسك اس. لكن رائد العمل انت بتشوفه. بتطلع الاس وبتستخدمه افضل استخدام. تستخدمه افضل استخدام، اتعب معاه شويه. علمه يعني شو دراسه الجدوى، علمه يعني شو بزنس موديل، علمه 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 وحتشوفه بقى شنو. دي مشاهد انا شفتها قدامي في كثير من الدول، وممكن اعدد لكم الاسماء بتاعت الناس اللي بيجوا من فروم هيرو فروم زيرو تو هيرو، اللي بيجوا من لا شيء بيجوا بني ادمين، اللي بيجوا رواد الاعمال وبيجوا رقم الناس ما بتتجاوزهم. فدي بس انا عشان أقفل النقطة المحور الأول. المختبر التدريبي لريادة الأعمال المتقدمة هندرس فوق الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها بالتفاصيل. هندرس فوق كل الحاجات اللي أنا قلتها دي بالتفاصيل. المختبر التدريبي ليه سميناه مختبر تدريبي لريادة الأعمال المتقدمة؟ وجا من وين؟ الفكرة جات من وين؟ أنا هتكلم عن المقدمة بعد ما دخلت في المحور، وأنا قاصد عشان الناس تفهم يعني شنو ليه أهمية ريادة الأعمال، وبعدين ندرك اهميه ان يكون في مختبر تدريبي. في رياده الاعمال كل المفاهيم في رياده الاعمال مختلفه. ما في يعني كل الحاجات اللي انت بتعرفها في الهيكل الاداري والمالي والمعرفي والاقتصادي في رياده الاعمال مختلفه. يعني في رياده الاعمال ما عندنا حاجه اسمها حقيبه تدريبيه. في ناس متخصصه في رياده الاعمال بتسمع الكلام ده لاول مره. وانا امجد هاشم، تلفوني معروف، اسمي معروف، وانا مسؤول من الكلام اللي انا قاعد اقوله ده امام كل الجهات المهتمة بهذا الموضوع. ما في حاجة اسمها حقيبة تدريبية. الحقيبة التدريبية دي مسألة بصورة عامة هي مسألة انتهت يعني. لكن ما في مشكلة. المفروض تكون موجودة. في ريادة الأعمال في حاجة اسمها لاب، في حاجة اسمها مختبرات. مالنا يا وفي، أنت شخص، أنت مهندس ومتخصص وعندك ماستر في تركيا يعني. وشخص قريت كويس يعني. إحنا عندنا برنامج اسمه برنامج ريادة الأعمال للمهندسين. بس للمهندسين. ليه؟ ده موضوع طويل هنحكي فوق الثاني، ما اقدر اشغل الناس يعني. طيب انا جاي اقدم البرنامج ده، برنامج رياده الاعمال للمهندسين، وانتوا قمتوا جيتوا لي 30 مهندس. انا الليله لما اجي اقدم البرنامج ده ما عايز اقدمه في شكل بتاع سبوره وتخته وورقه وقلم ورايت داون واكتبه. انا قاعد اتكلم مع مهندسين، فبالتالي ده شير نوليدج. انا بتعلم من الناس اللي قاعدين، الناس اللي قاعدين انا بتعلم منهم. فبالتالي المختبر، لما الناس تدخل المختبر واللاب فيه شير نوليدج، ما زي الحقيبه التدريبيه يعني محاضره سبوره وسلايد. عشان كده ده انا في كل دوراتي ومحاضراتي ورش العمل ما قاعد استخدم سلايدات. التدريب الان، التدريب بقى بالمشاركه، التدريب بتبادل المعلومات، التدريب انك ما تقعد تتكلم براك، التدريب ان الناس اللي قاعدين معاك ده لازم يتكلموا أكثر من 35% من زمن المحاضرة معك عشان تستفيد، عشان تكون في تبادل المعلومات، عشان المعلومات توصل. فلذلك جات من هنا كلمة مختبر،
ما تلبث الحقيبه التدريبيه. لرياده الاعمال المتقدمه انا سميتها المتقدمه لانه نحن جمعنا كل الحاجات الموجوده في افضل الممارسات في رياده الاعمال، وجمعنا واهتمينا بالتقادم العلمي في الموضوع، وجمعناه مع بعض ورسلناه لكثيرين من الخبراء، عملوا عليه تنقيح واضافه وحذف وتعديلات، فخلصوا لنا ب 30 ساعه تدريب من ضمنها الكلام اللي انا قلته. فمن هنا جاءت الفكره بتاعت المختبر التدريبي لرياده الاعمال المتقدمه. قبل ما اجي للنقطه الثانيه، ممكن اسمع لي 3 اسئله او 3 مداخلات. طيب الشباب المعانا في أسئلة في الجزء الأول اللي أنت كتبته، هل القيمة المالية لها تأثير على المشروع لو كان المبلغ صغير؟ في مداخلة من ولاء عثمان لما تكلمت عن الخدمة المجانية أو المسؤولية الاجتماعية، قالت الخدمات أو خدمات إضافية أو خدمات مرافقة، أو الدكتور خلود قالت دي الريادة الاجتماعية. في سؤال مباشر، الشركات الخدمية هل تعتبر من المشاريع الريادية؟ طيب السؤال ده مهم جدا، عشان كده هجاوب عليه اول حاجه، لانه الدكتوره خلود اتكلمت عن رياده الاعمال، السوشيال انتربرينورشيب، رياده الاعمال الاجتماعيه، وهي دي نفس الفكره، واتكلمت ولاء عن المسؤوليه الاجتماعيه. بس سريعا يا ولاء، في رياده الاعمال ما عندنا في منهج رياده الاعمال ما في حاجه اسمها المسؤوليه الاجتماعيه، اسمها المسؤوليه الرياديه. ما في اختلافات كبيره، لكن المسؤوليه الرياديه لرائد العمل هو انه يعمل منتج كويس، انه ما يكذب، انه ما يغش، و و و دي المسؤوليه الرياديه، وده موضوع طويل، بس هو اختلاف شويه في المفاهيم عشان احنا بنتكلم في المفاهيم. المشروعات الخدميه، رياده الاعمال الاجتماعيه ظهرت في الشرق الاوسط بصوره عاديه في 2012. الناس بدات تتحدث عن رياده الاعمال الاجتماعيه في 2012. أنا أمجد هاشم يعتبر رائد أعمال اجتماعي وليس رائد أعمال بيزنس بدخل قروش، أقرب إلى ريادة الأعمال الاجتماعية. أنا بساعد الناس أنهم يعملوا قروش، وأنا أقعد أتفرج فيهم، أقول فلان بقى مليونير، فلان عنده قروش كثيرة، فلان، وأنا أقعد أصفق له، وأنا ما بيكون عندي يعني 100 جنيه، وأنا راضي ومبسوط بالحاجة دي. في ناس كثيرة ممكن تفتكر أنا شخص ساذج، لكن أنا ما أعرف، أنا دراسي كده يعني، بحب انه انا اساعد الناس يعني. رياده الاعمال الاجتماعيه هعرفها لكم بتعريف مبسط، زي ما قلت لكم المشروعات الرياديه هي هو عمل تجاري حر يكتسب الابداع يتصف بالمخاطره كل الصبح. رياده الاعمال الاجتماعيه هو مشروع، نفس الحكايه هي يعني عشان ابسط لكم الموضوع، في ناس بتخلط بين المشروعات بين رياده الاعمال الاجتماعيه والعمل التطوعي والعمل التطوعي. العمل رياده الاعمال الاجتماعيه ايجاد حلول لمشاكل والتحديات التي تواجه المجتمعات. لو سكتنا لغايه هنا يا وفي، الاعمال التطوعيه بتعمل الكلام ده صح؟ ايجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات. لو فول ستوب، بيبقى رياده الاعمال الاجتماعيه و الاعمال التطوعيه والجمعيات التطوعيه زي بعض. الفرق شنو؟ بطرق ابداعيه. رياده الاعمال الاجتماعيه ايجاد حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه المجتمعات بطرق ابداعيه. لو ما قلنا كلمه طرق ابداعيه، دي جمعيات تطوعيه. الجمعيات التطوعية ما مطلوب منها إيجاد طرق إبداعية، بس مطلوب منها تحل المشكلة بس، صح؟ في إضافة من دكتور خلود بتقول الفرق بين العمل الاجتماعي غير الهدف للربح والريادة الاجتماعية إنه ريادة الأعمال تهدف إلى تحقيق أرباح ومكسب مالي. ريادة الأعمال في كلها، حتى ريادة الأعمال المشروعات التجارية وراها رواد الأعمال، يجب أن تخلق ثروة. أنا دائما بقول ثروة، وأنا بقول إن يكون فيه عائد مادي. المشروعات الصغيره هي المحتاجه عائد مادي. المشروعات الصغيره هي صفتها الاكتفاء الذاتي.
بس المشروعات الرياديه بتجلب ثروات ورفاهيه للدوله. شوف انا بمشي لغايه وين. المشروعات التجاريه لازم يكون فيها، لازم يكون فيها ايرادات، لازم يكون فيها دخل. حتى المشروعات، حتى رياده الاعمال الاجتماعيه، المشروعات التجاريه، عشان تقدر تصرف على تكاليف المشروع، ما عشان تدخلها في جيبك. رواد الاعمال قاعدين يدخلوا قروش في جيبهم، حلال عليهم. المشروعات الاجتماعيه لازم تكون فيها الدخل، والدخل الكبير استثماري، لكن القروش دي والمال بتعمل له اعاده تدوير لبرامجك، وتدعم له برامجك، وتدعم له الحلول الايجابيه الابداعيه اللي بتقدمها للمجتمع. عايز اصرف، هذا الفرق بيناتهم. قبل ما تمشي بس في سؤال من ياسمين الامين، بتقول مستقبل رياده الاعمال في السودان من حيث توفر الموارد البحثيه او توفرها في الجامعات كتخصصات يتم تدريسها، ما وجهه نظرك في الموضوع؟ والله يا ياسمين يا اخي، والله يا اخي انت يعني، يعني سؤال ده صعب يعني. اساليني في الفيزياء بقدر اجاوب لك اسهل يعني، لكن ما تقدر تساليني سؤال زي ده وحجاوبه لك طبعا في المحور الثالث، محورنا الثالث على الموضوع ده يا ياسمين. ياسمين زميله وشخصيه محترمه جدا يعني، فعشان ما نضيع الزمن حجاوب عليه في المحور الثالث نفس كلامك ده وكذا. ففي سؤال ثاني ولا اوكي، خلينا نمشي شويه عشان الزمن. طيب في ناس بتسال على المنظمه عشان نتكلم مقدمه ولا لسه؟ طيب خلينا نجي ان احنا ندخل للمحور الثاني. المحور الثاني بتاعنا يا جماعه هنتكلم عن رياده الاعمال والبيئه التعليميه. ده نفس المحور يا ياسمين، هنتكلم عن رياده الاعمال والبيئه التعليميه. طيب يا جماعه هحكي لكم قصه. انا مع انه شخص ما بحب القصص، لكن انا بحب احكي القصص الواقعيه اللي انا حضرتها في مؤتمر. انا حضرت لي مؤتمر في 2017، اعتقد الدكتور خلود كانت موجوده، مؤتمر رياده الاعمال الاجتماعيه كان موجود في الاسبوع العالمي لرياده الاعمال. في هذا المؤتمر انا عملت حوار مع عده شخصيات عالميه موجوده، من ضمن الحوارات اللي انا عملتها وموجوده في اليوتيوب، سالت سؤال لرئيس جامعه من جاي من بولندا. طبعا بولندا من افضل من افضل الجامعات في العالم يعني الناحيه بتاعت التعليم. فبقيت فسالته، قلت له انتم بتدرسوا كيف علاقة البيئة التعليمية بريادة الأعمال؟ شنو أنتوا قاعدين تعملوا شنو؟ صوتي كويس يا وفي؟ واضح؟ واصل صوتك تمام، ما في مشكلة. قال لي يا أمجد، أنا رئيس جامعة في بولندا، الجامعة دي فيها 17,000 طالب، الجامعة دي فيها كل التخصصات، فيها الناس بتدرس كمبيوتر وبتدرس علوم وبتدرس فيزياء وبتدرس علوم إدارية وبتدرس رياضيات وبتدرس 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 طب وهندسة، وفي 17,000 طالب. قال لي لغايه هنا اوكي، جامعه عاديه. قال لي مطلوب من كل طالب يدخل الجامعه دي انه لازم يكون بيمتلك مشروع صغير داخل الجامعه. قلت له كيف يعني؟ قال لي يعني انت طالب في الجامعه لازم مع القرايه بتاعتك انك انت لازم تكون بتمتلك مشروع او بادئ في مشروع او بتتعلم نشر ثقافه العمل الحر او بتتعلم كيف هاو تو ستارت للمشروعات الصغيرة. فقال لي ال 17,000 بيخضعوا بعد محاضراتهم التعليم الأكاديمية بيخضعوا لتدريب عن من أين تأتي الفكرة، من أين كيف تأتي فكرة المشروع، تحويل المشروع إلى واقع، تنفيذه، آليته، تمويله، كيفية تسويقه، كيف عمل خطة العمل، كيف تعمل بيزنس موديل، كيف 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 كيف. ومن سنه اولى وانت ماشي سنه ثانيه بتختار اعضاء التيم ورك من الجامعه. يعني تمشي كده لوفي تقول له وفي يا اخي والله انت شخص بتاع هندسه، يا اخي انا داير اعمل مشروع، فكرتي المشروع اللي انا اخترته مشروع عن كذا كذا، وانت شخص بتاع الهندسه، يا اخي عليك الله يا اخي اقنعه انه يدخل معي في الفريق. وامشي لواحد بتاع اي تي
قول لي يا اخي احنا عايزين نعمل ويب سايت، وامشي اقنع واحد في كليه التسويق، اقول له يا اخي تعالى ابقى لي مدير تسويق، وامشي اقنع واحد في كليه الفنون الجميله يا اخي تعالى اعمل لي تصميم للوجو بتاعي. يعني انت بتعمل تكون فريق العمل من داخل الجامعه، بعد ما تكون فريق العمل ده انت في سنه ثانيه كلها بتخضعوا كيف تتعاملوا كفريق عمل وكيف تطلعوا منتج. قال لي لما الطلبه يوصلوا في سنه ثالثه منتجهم بيكون في السوق. السوق ما لعبه يعني، ما قاعد يتونسوا جوا الجامعه يعني، ما بيقضوا وقت جميل. سيريس الناس دي ناس جادين، والجامعه دي متعاقده مع شركات من برا بتمولهم وبتشترك معاهم في مشروعاتهم، يعني بتتمول من سيجا، يعني بتتمول من سوداني، يعني بتتمول من شركه زين، وانا بقول بالاسماء دي. الشركات الزي دي هي قاعده تمول المشروعات الصغيره وبتمول الطلاب وتمول الجامعات. الشركات دي قاعده تربح من الدوله مليارات الدولارات. انت بتعمل شغل للدوله، ما في واحد بيتكلم معاهم. وفي النهايه الشركات دي ما قاعده تعمل شيء، ما قاعده تعطف. الشركات دي قاعده تشترك مع ناس عندهم مشروعات، يعني مشروعات متدربين عليها، مشروعات عندها منتجات في السوق بتاخد 20% من الارباح. وان تو وان سيتويشن. مشروع ال 17000 طالب عنده مشروع في عنده المشروعات بتاعته موجوده في السوق لغايه السنه الرابعه ولغايه السنه الخامسه. بتعرف قال الطلاب بيعملوا ريبيت من ثاني يا وفي؟ ما لما يسقطوا في الهندسه ولا في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في الكمبيوتر ولا بيملحقوا لما يكون عندهم مشكله في مشروعهم. ما بيملحقوا لما يكون عندهم مشكله في مشروعك بقول لك ريبيت. فبالتالي الشخص ده بيخرج الجامعه دي بتخرج 17000 طالب لسوق العمل سنويا. بتخرج 17000 ما بيبحث عن وظيفه. بتخرج 17000 ما عندهم علاقه بحاجه اسمها بطاله. بتخرج 17000 شخص 17000 مشروع هم بيوظفوا اخرين. اذا ال 17000 ديل اي واحد فيهم بيوظف 10 اشخاص او 5 اشخاص، 5 17000 هي كم؟ ما بعرف رياضيات انا. المهم دي اسمها مخرجات التعليم. اسمها الحاجة اسمها مخرجات التعليم. دي اسمها مخرجات التعليم. نحن عندنا في السودان، انا عملت دراسة في 2011 عن متوسط المصاريف اللي بندفعها على الطلاب، بندفعها للطلاب في دولة زي السودان ومصر. دكتورة خلود موجودة، انا عشان كنت قاعد في السعودية حسبتها بالسعودي، لقيت انه احنا بندفع حوالي 20000 على اخوي اللي بيقرا من سنه اولى ابتدائي لغايه ما اتخرج من الجامعه. ده الكلام ده في 2011 يا جماعه، يعني معلش يعني انا عارف الناس هتضحك علي، يعني كده في 2011 يعني ياكل ويشرب في المدرسه ومصاريف المدرسه وهدوم المدرسه ولبس المدرسه والكتب والحاجات و معدل المتوسط الابريج حوالي 20000 لا 5 4000 دولار 5000 دولار. طبعا ممكن خلينا على ال 5000 دولار انا بصرف على الطالب. عندك كم اخو في البيت هتصرف عليه والمبلغ ده لغايه ما يتخرج؟ لما نيجي يتخرج بتقول له اعمل سي في، ما بيعرف. يعني واحد بيقرا كم سنه؟ بيقرا كم سنه؟ من الابتدائي لغايه الجامعه، وتخرج من الجامعه تقول له اكتب لي سي في، ما بيعرف. واحد بيطلع عشان يمشي يشتغل اي شركه خاصه بتقول له عندك اكسبيرينس؟ هجيب اكسبيرينس من وين؟ وما بيعرف يكتب سي في، دي ما مشكلته. التعليم عندنا بيطلع ناس زي ديل ما بيقدروا يعملوا. دي مخرجات التعليم بتاعتنا، عشان كده عندنا بطاله. ده مستوى التعليم الان موجود في العالم، انه الجامعات تفرخ شخص لسوق العمل. عشان تحلوا التنميه في السودان؟ غير التنميه بتتحل كيف؟ تخيل احنا عندنا 88 جامعه في السودان. انا امبارح فتشت في جوجل، احنا عندنا كم طالب؟ ما عرفت. يعني احنا ما عندنا داتا، ده موضوع ثاني. لكن انا شخصيا ما عارف، لكن في ناس ثانيين عارفين. او لو فينا المسؤولين هم اللي عارفين، المفروض المعلومه دي ملوكه للناس. احنا لو عندنا 88 ولا 37 جامعه في السودان ولا 40 جامعه في السودان، تخيل اي جامعه بتخرج
17000 ولا 10000 ولا 5000 لسوق العمل، كان حيكون عندنا حد من البطاله؟ كان حيكون عندنا شباب بيشتغلوا في غير المهن بتاعتهم؟ كانوا بهذه التنميه المستدامه اللي احنا بنتكلم عنها يعني. فبالتالي عشان انت تحول طلابك للتشغيل وليس للتوظيف من بعد الجامعه، لازم انت توجد في الجامعه برامج بيسموها برامج تحويل الطلاب من القاعه الدراسه الى سوق العمل. في برامج غير الفيزياء وغير الكيمياء وغير غير الهندسه في امريكا، في كندا، هنا في كثير من الدول العربيه الطلاب ما بيتخرجوا من الجامعه الا قبل التخرج بياخذوا لهم كورس اسمه كورس رياده الاعمال. يعني انت بتعطي تخرجت بعد 5 سنة لازم تقرا الكورس ده عشان تتخرج. كورس رياده الاعمال ما حاجه، ما شو اعلامي، ما هو نسى رياده الاعمال از لايف ستايل. رياده الاعمال لازم تجري في تفكيرك وفي سلوكك وفي اخلاقك وفي التنميه. رياده الاعمال نوت جيمز، ما لعبه بتاع بلاي ستيشن. ده الدول والعالم قاعد تنهض كده. في حاجه الان، في العالم ظهرت من 2018 يعني بصوره مكثفه يعني، اسمها الجامعات الرياديه. الجامعات الرياديه ده مصطلح جديد ظهر، ما بعرف الدكتور عاطف لو هو موجود معنا في اللايف، هو احد المتخصصين في الجامعات الرياديه في الشرق الاوسط كله يعني، وبيدرس المنهج ده بالعربي وبالانجليزي وبالفرنسي يعني. فما اعرف انا لو هو موجود في اللايف ولا لا. الدكتور عاطف، الدكتور عاطف هو رئيس بنك الاسره في البحرين، وهو عضو البورد لبنك بنغلاديش، بنك الفقراء يعني، من الشخصيات انا قاعد استفيد منها جدا. الجامعات الرياديه ده التعليم المبني على الابتكار، التعليم المبني على الجيمز، وسائل التعليم مختلفه. حدخل في حاجه بسيطه، لو انت عايز تحقق اهداف التنميه 2030، فاهداف التنميه بتبدا من 2015 وبتنتهي في 2030. انت عشان توصل لاهداف التنميه لازم تبدا بحاجه اسمها التعليم المبني على الابتكار، والتعليم المبني على الابتكار ده هو الجامعات الرياديه. باختصار احنا المفروض نعمل شنو في سوداننا كده؟ حس خلينا من الكلام الكثير ده يعني، احنا حس المفروض عشان نعمل جامعات رياديه او نبدا نعمل شنو؟ نعمل مراكز رياده الاعمال داخل الجامعات، نعمل مراكز الابتكار، نعمل مراكز الابتكار ومراكز نقل المعلومات اللي انت شغال فيها يا وفي، لازم في الجامعات كلها. المركز ده في الجامعه، المركز ده بيقدم محاضرات وبيقدم تدريب بعد ما الناس تخلص المحاضرات، عباره عن قاعه بتستخدمها بعد الساعه 4 لمده ساعتين في اليوم يعني. المساله دي صعبه تدرب فيها الطلاب انهم يطلعوا رواد اعمال، انهم يطلعوا مبتكرين، تطلع قصص نجاح ملهمه موجوده. ليه احنا ما عندنا؟ لازم يكون عندنا المراكز دي موجوده في الجامعه. المراكز رياده الاعمال في كثير من الجامعات موجوده، ولكن حتى مراكز رياده الاعمال احيانا تحتاج الى نوعيه خاصه من اللي بيديروا هذا المركز، لانه المركز حساس. المركز ده بيعمل شنو؟ ما حتكلم عن كل وظائفه، هتكلم عن حاجات أساسية. المركز ده بيراقب الطلاب في الجامعات، في الجامعة داخل الجامعة، ويمشي يدخل المدرجات. طبعاً لما يدخل المدرجات ما بيدخل زي المباحث، يدخل المدرجات ويقعد عايش كده في الطلاب يعني. هو عنده بيمتلك برنامج تدريب مدرب، وبرنامج عنده شروط مقاييس هو فاهمه ومدرب عليها. فبيمشي كلية العلوم بيختار 10 طلاب وطالبات، بيمشي كلية الهندسة، كلية الطب، كلية مين. دير اللي اخترتهم دير، دير الناس ممكن يحدثوا الفارق في المجتمع السوداني في مجال الأعمال. دير ممكن يحدثوا الفارق في المجتمع السوداني في التنمية. دير ممكن يحدثوا الفارق في المجتمع السوداني في الأعمال الاجتماعية. دير ممكن يحدثوا الفارق في التدريب وفي الكذا وفي النهوض بالمجتمع. دير الناس بيعتمدوا على الإبداع والابتكار وكذا. قاعدين كتار في السودان في الجامعات. أنا كنت بقرأ في الأهلية يعني. بعض المحاضرات هم بنمشي الغابة بنتونس يعني 17 ساعة بنقرأ 3 دقائق وبنمشي نتونس 17 ساعة. من 17 ساعة دي ناخد ساعتين، الطلاب ما عندهم مانع، بس منو اللي يرعاهم؟ في برنامج اسمه برنامج نشر ثقافة العمل الحر للجامعات،
وانا شخصيا كتبت برنامج اسمه برنامج نشر ثقافه العمل الحر للجامعات السودانيه. كل المواد اللي انا اتكلمت عنها دي يا وفي انا حرسلها للناس فور فري، ما عندي اي مشكله. كل الحاجات اللي انا اجتهدت فوق دي والملخصات انا حرسلها لاي واحد محتاج ليها، في حاجات من 30 ومن 40 صفحه. والله العظيم في اشياء مترجمه لاول مره تترجم باللغه العربيه في شمال افريقيا والشرق الاوسط. الدكتوره خلود بتعرف الكلام ده كويس هسه حاليا، هي متابعه معنا. انا اتمنى يعني لو هي قدرت تديها دقيقتين او 3 دقائق يعني تتكلم معانا، يعني انا واحده من اساتذتي يعني في هذا المجال، انها تتكلم دقيقتين او 3 دقائق. فبس خليها تشوف هي 200 ممكن تختار الوقت المناسبه يعني لكل الحاجات الموجوده. مراكز لازم يكون في مراكز جديده لرياده الاعمال. نجي لنقطه ثانيه. بنعرف كثير من رواد من الشباب في الجامعات هم شغالين بيشتغلوا، هم شغالين بيقروا، وصامين رواد الاعمال دي ناس وصامين. فبالتالي انت لازم تعلم ديل الناس، تعلم ناس السوق ديل او الناس التجار ديل انهم كيف يتعاملوا مع البيزنس بتاعهم، كيف يطوروا البيزنس بتاعهم. الجامعات الرياديه الان قاعده تعمل منهج لرياده الاعمال داخل الجامعه، مع انه انا ضد انك تعمل لرياده الاعمال منهج فقط. انا مو ضد المنهج لكن منهج فقط. في 2014 منظمه اليونيدو كانت عامله تعليم رياده الاعمال على هامش الاسبوع العالمي لرياده الاعمال في 2014، وانا كنت حاضره، وفيه كانوا جابوا كل الكليات اللي بتدرس رياده الاعمال في الجامعات والاساتذه. في اليوم ذاك انا متذكر دخلت مداخله وكانت مختلفه شويه، انه لا يجب ان تكون رياده الاعمال فقط عباره عن منهج تعليمي في كليه. تخيل شوف الناس وصلت وين، نحن يعني تدرس رياده الاعمال في الجامعات ونحن بنطمح لاكثر من كده. انه رياده الاعمال يجب ان الجامعه كلها تكون جامعه رياديه، الجامعه كلها تكون شغاله برياده الاعمال. يعني رئيس الجامعه لما يكتب خطاب لوكيل الجامعه لازم يكتبه بطريقه يعني بطريقه فيها الروح الرياديه، يكسوها الابداع والابتكار والاشياء الموجوده دي، ما يكون منهج فقط. الان في كثير من الجامعات في المنطقه العربيه دخلت رياده الاعمال في الجامعات السعوديه، في مصر، في الاردن، في تونس، في البحرين، في موجوده. انا تعرضت لمنهج رياده الاعمال وشفته، شفت منهج رياده الاعمال في كثير من الجامعات ودرسته. الان العالم مش اكثر من كده، الان العالم بقى يستبدل كليات اداره الاعمال بكليات الى رياده الاعمال، وصارت اداره الاعمال جزء وتخصص في كليه رياده الاعمال. ابسايد داون، الناس ما محتاجه لاداره الاعمال، الناس محتاجة لريادة الأعمال، وإدارة الأعمال هي جزء من ريادة الأعمال. نجي لحاجة تانية مزعلاني جدا، موضوع البحث العلمي. في حاجة في الجامعات اسمها البحث العلمي. للأسف البحث العلمي صوتي واضح؟ واصل؟ واضح واضح. البحث العلمي نحن بنعتبره وهي دراسة جدوى لمشروع. هكذا يجب التعامل مع البحوث العلمية بهذا المفهوم. إنه البحث العلمي ده عبارة عن مشروع تجاري، عبارة عن دراسة جدوى. البحث العلمي ده ما هو الطلاب والطالبات يقعدوا يجروا ويتجاروا ويعملوا لهم بحث علمي ويعملوا عشان التخرج. ده زي لما أنت تمشي تحضر لك ورشة عمل أو محاضرة عشان تاخذ شهادة وتحطها في السي في. انت لازم تشتغل على انك تنمي مهاراتك اكثر من انك تعمل سي في. حس القصه بقت بالتطبيق، ما القصه بقت انك عندك ايمج يعني 500 سي في 500 شهاده و700 حاجه. انا ما ممكن امشي اعمل بحث علمي عشان انه انا امشي في النهايه يعني اتخرج به. حس لو انا سالتك البحث العلمي بتاعك شو ذاته، ولا بتكون عارفه قاعد وين. والاساتذه الأساتذة في الجامعات البحوث العلمية بتاعتهم حبيسة الأدراج.
حطينا جوه الدرج 40% من تطور التنمية في الدولة تعتمد على البحث العلمي. كم بحث علمي عندنا نحن في ال10 سنوات الأخيرة اللي عملناها في السوق؟ في حاجة اسمها الاستثمار في البحث العلمي. استثمار في البحث العلمي، الجامعة لما تفكر بطريقة ريادية بتستثمر في البحث العلمي. عشان كده بقول لك ما بالضرورة يكون مجرد، ما عايزين نكون منهج بس، عايزين الجامعة كلها تتحول لجامعة ريادية. تتعاقد مع شركات الاتصالات، تتعاقد مع الشركات بتاعت القوات المسلحة، بتعارض مع بتجيب كل الشركات دي، بتقول لهم تعالوا انتوا دارين تستفيدوا بيزنس، تعال هنعمل شراكة احنا في البحث العلمي بطريقة محددة وانتوا تستفيدوا. البحث العلمي ده لو جابوا شوية ناس بيفهموا في دراسة الجدوى والاستشارات الاقتصادية والاستشارات المالية وريادة الأعمال، جابوا الناس ديل قعدوا مع الأساتذات وقعدوا مع الطلاب، جابوا البحوث العلمية وقعدوا ينقحوها وقعدوا يعالجوها ويحولوها لمشاريع تجارية. بحوث علمية في الزراعة، بحوث علمية في الكيمياء، وبحوث علمية في النانو، وبحوث علمية في الجن الأزرق. مسألة بتزعل ولا ما بتزعل؟ الحال في الزراعة، أنا غالبيتنا بنتكلم، بنحب نتكلم غالبية الحال في الزراعة. الطالب قبيل قدر رواد الأعمال ده ما مش شرط يكونوا يعني بيكونوا ممكن أميين وينجحوا، بس أنت عندك ميزة الآن إنه ممكن يكونوا في رواد أعمال في الجامعات وعملوا بحوث علمية على أعلى مستوى بأعلى المعايير المهنية والجودة والمقاييس. تمام، ممكن يكون مشروع تجاري يحل لك أزمة في السودان لو وجد التمويل الكافي. يبقى الشركات دي ما حتجي براها، والطلاب لا حول لهم ولا قوة، والأساتذة ذاتهم ياخي هم الحياة، الجامعات رئيس الجامعة. أنت كيف جاء الجامعة بتاعتك تبقى جامعة ريادية؟ كيف أنت يا أخي الجامعات الحولنا، الجامعات العربيه اللي احنا بنقول عليهم نحن وكنا وعملنا وسوينا وكنا واساسا ونحن اللي عارفين. انا بعرف جامعه الملك سعود دي فيها 26 شركه بتمتلكها الجامعه. ال 26 شركه دي الحكومه ما دفعت فيها ولا جنيه واحد. الدفع الشركات دي، تمويل الشركات دي، ها، وفي شركات فيها داخل الجامعه بتلقى فيه برج زي برج الاتصالات بتاعنا، دي شركه. الشركه دي مموله، الشركه الاقيمه دي مموله من شركه من القطاع الخاص، عاملين شراكه والقطاع الخاص ديل بياخدوا 30% من الايرادات لمده 20 سنه. بعد 20 سنه ويرجعوا راس مالهم، يرجعوا ايراداتهم، الشركه بالكامل 100% بتقول للجامعه، والجامعه من خلال هذه الشركات تقدر تصرف على البحث العلمي وهكذا. شركات تقنيه وشركات، ليه 26؟ شركات تقنيه وشركات تطبيقات وشركات ابلكيشن وشركات صناعيه وشركات براءه اختراع وشركات للنانو وشركات كيميائيه وشركات للري وشركات 26 شركه في جامعه واحده. التفكير الريادي للجامعات الرياديه، لانه كلهم عندهم مراكز الابتكار ورياده الاعمال. صعب انه احنا نعمل مركز لرياده الاعمال والابتكار. الصعب فيه شنو؟ مبنى ما عايزين مبنى، جامعه الخرطوم، كليه الاقتصاد، لو سمحت ادينا يا اخي المدرج بتاعي بعد الساعه 4 يكون حقنا احنا مدرج. هتقول لي صعب التشغيل؟ التشغيل انا وفي، انت بالتحديد انا اتكلمت معاك قلت لك نحن نمتلك برنامج تشغيلي ل 365 يوم. تفضل، انا البرنامج التشغيلي، انا واحد من الناس الامجد هاشم بكامل قواه العقليه، انا مستعد اساهم بارسال هذا المنهج. الخبراء الموجودين في السودان ينقحوه، يضيفوا عليه، يعدلوه، يشرطوه، يعملوا اي في حاجه. المنهج ده فيه انت لما تدخل المركز ده هتدرب شنو لمده 12 شهر. كل يوم الليله هدرب البيزنس موديل نموذج العمل، وبعد بكره هدرس التحضيرات، وبعد بكره هدرس الابتكار والابداع، وبعد بعد التمرينات يوم الخميس السبت السبت الاحد الاثنين الثلاث.
365 يوم. اتعلمت منين انا؟ انا ما مبدع ولا مبتكر ولا خلاق. انا الصدفه خلتني اشتغل 12 سنه مع الناس دي وتعلمت وعرفت. ويوم من الايام كانت وظيفتي في 2009 و2010 مدير الجامعات الرياديه، يعني مدير المؤسسات الرياديه. مدير المؤسسات الرياديه دي معناته ان اي جهه بتتعامل في رياده الاعمال في المنطقه العربيه بتتعامل معها، هي 720 جهه كانت ومن ضمنها في الجامعات. نحن ما بنقدر نعمل الكلام ده في السودان عشان ما يكون كلام سعيد. ما نبدا. فموضوع البحث العلمي ده موضوع مهم جدا في النقطه دي. يلا لو في اي اسئله، لو في اي مداخله، او لو في اي حاجه. طيب والله كلامك جميل جدا، في مداخلات انت ضمنيا اجبت عليها فما في داعي اكررها. نقطه مراكز الابتكار والرياده في الجامعات، في واحد عقب عليك قال لك كل الجامعات السعوديه فيها، وزي ما اتكلمنا قبل كده انا كلمتك انه في الجامعات التركيه في حاجه بقولها تي تي او، تكنولوجي ترانسفير اوفيس، نقل المعرفه، هي مراكز نقل التكنولوجيا او نقل المعرفه في الجامعات التركيه. لو ما كلها معظمها موجوده، هي اللينك بتربط بين الطالب ايا كان مستواه ماجستير او بكالوريوس او غيره، والجهات اللي ممكن تدعمه او الشركات المهتمه انه تحول الفكره بتاعت الطالب ده لمنتج. وانا متاكد ان الفكره دي موجوده في معظم الجامعات، ما في تركيا ولا السعوديه فقط، وهي دي مفهوم الجامعات الرياديه الخشب فيها. انا حضف لك حاجه نقطه هنا وحاسمع الاسئله. انا الاسئله والمشاركه مع الناس انا قاعد استفيد منها افضل من المحاضره وافضل ما يتكلم براي. يعني الموضوع وزاره التعليم بيكون عندها مركز اسمه مركز رياده الاعمال في الجامعات السودانيه. الوزاره انتصار صغيرون، يعني انتصار، بيكون في مركز اسمه مركز رياده الاعمال والابتكار بالجامعات السعوديه. المركز ده هو مركز عباره عن مركز تنسيقي. المركز ده هو بيشرف على مراكز رياده الاعمال في الجامعات السودانيه. والله عندنا خبراء موجودين بيفهموا الكلام ده وقاعدين نتعلم منهم داخل السودان. يعني جيبوا نازل قعدوهم في المركز بتاع الوزاره ده، خلوهم ينشئوا لكم مراكز. يا انتوا يا مبادره الباحثين، انا من هنا يعني بقدم لكم التزام وانتم مسؤولين منه. عايزين نساعد انشاء مراكز لرياده الاعمال والابتكار ونقل المعرفه بالجامعات السودانيه ونبدا بست جامعات، انا مستعد ابدا معاكم بالمنهج وبالتدريب وبالعمل التشغيلي اليومي والنتائج وكيفيه الشراكات مع القطاع الخاص وكيفيه الشراكات مع البحث العلمي، كيفيه الشغل مع رؤساء الجامعه. انا مستعد اشتغل الشغل ده معاكم وحضيف من عندي انا بعض الخبراء انا ذاتي قاعد اتعلم منهم وبستفيد منهم انهم يكونوا موجودين انه يعملوا هذا الجانب. وانا كنت مصر على الدكتوره خلود لو دخلت يعني في هذا الجانب، هي واحده من الـ من الـ الـ ايضا يشرفني المساعده وتقديم كل الخدمات ممكن الدكتوره خلود معانا، ان هي ممكن تقدم كل الحاجات الموجوده. انا اتمنى الدكتوره خلود لو يعني في الجانب ده ممكن تتداخل في دقيقتين او في 3 دقائق عشان احنا نستفيد. يعني الحين عايزين نستفيد كل النتورك. يعني طيب قبل ما توصل للدكتوره خلود، في هيئه في وزاره التعليم العالي اسمها هيئه الابتكار، لكم ظهر لي هي في وزاره التعليم العالي السودانيه، اسمها هيئه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، هيئه الابتكار اسمها، هيئه البحث العلمي والابتكار. ممتاز. هي موجوده في وزاره التعليم العالي. ممتاز. وبس دار أضيف شيء، زي ما بيتكلم دائما بروف علام بيقول إنه أي خطة مربوطة بالـ SDGs 2030 لو ما فيها القطاع العام أو الجهة الحكومية بالتعاون مع حاجة اسمها Public and Private Partnership PPP اللي هو التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، في نظرة بتقول إنه الخطة دي بتكون متعبة وبتكون حبر على ورق. أنا عايز أسأل سؤال يا وفي، والسؤال ده يعني انا حد في الاجابه عليه جائزه، ويعني ورشه حديثه مجانيه لحتى لو لشخص واحد. انت هسه جيت قلت البروفيسور العلامه علام قال
يجب ان تكون في شراكه بالبرايفت سيكتور، بالقطاع الخاص والقطاع العام والحاجه دي. في سؤال، هل الجامعه مجتمع مدني ام لا؟ الجامعه دي هي شنو؟ الجامعات هي شنو؟ الجامعه دي مجتمع مدني ولا مؤسسه حكوميه؟ ولا في شنو هي شنو تعريفها يعني؟ السؤال ده خلوه في النهايه يعني، الاجابه عليه في النهايه يعني على النقطه دي بالتحديد. المركز بتاع الابتكار هنا والبحث العلمي ممتاز، دي خطوه كويسه، بس عايزه يتهندل، عايزه تعاد الصياغه بالمفهوم، بالمفهوم بتاع المفهوم الابديت الموجود في العالم. يعني ما عايزين كلام نصي تقليدي، يعني ما عايزين رب 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 دي مرحله انتهت. نشوف الاسئله الثانيه والثالثه. تفضل يا دكتورة خلود، تكون هوست ممكن تعمل أنميت. السلام عليكم. الأول يعني سلامي لكل الموجودين، وسلامي للسودان، وربنا يعدي الأزمات على خير ويطمننا عليكم جميعا هناك وعلى أهل السودان كلهم. شكرا دكتور أمجد على التقديم، وشكرا على التعريف. أنا مش عايزة أطول عليكم، أنا يعني خليني أقول إن أنا من ساعة ما يعني معلش أنا بكلم مصري بقى، اللي مش هيفهم حاجة ممكن يسألني ونحاول نوضحها مع بعض. يعني يعني خليني أقول إن أنا من سنة 94 وأنا شغالة في المجال بتاع المشروعات، وانا اقصد بكلمه المشروعات اللي هي ليس لها علاقه ب او مش ليس لها علاقه، اللي هي ما نقدرش نقول انها هي رياديه، ولكن في المشروعات على العموم من 2012 بدانا نشتغل في رياده الاعمال والابتكار، ثم خضنا الكثير في هذا المجال بانواعه المختلفه. يعني تعريف بسيط، أنا معتمدة دوليا كمدرب مدربين على ريادة الأعمال في كذا برنامج، من ضمنهم برنامج يخص السيدات للمستوى التعليمي المنخفض جدا أو اللي هو ما فيش تعليم أصلا. يعني دكتور أمجد خليني أقول إنه ريادة الأعمال النهاردة يعني هي كلها ابتكار وإبداع ومخاطرة محسوبة، لكن ريادة الأعمال النهاردة أصبحت جوه البيت. يعني أصبحت النهاردة الشخص في بيته في شخص ريادي وشخص غير ريادي، حتى في تربية الأبناء أصبح في يعني آباء رياديين وآباء غير رياديين. النهاردة بدأنا نتكلم على ريادة الأعمال لموظفين الحكومة، الموظفين عامة في المؤسسات سواء حكومية أو مؤسسات غير حكومية، هناك الموظف الريادي وهناك الموظف الروتيني. فريادة الأعمال عاملة زي السرطان، دخلت وانتشرت في كل مكان وفي كل بقعة هي موجودة. يمكن احنا ما عندناش مشكلة قوي في تواجد مراكز ريادة الأعمال في مصر لأنها موجودة على مستوى يمكن جميع الجامعات، بس يعني يمكن نقول في منها المفعل وفي منها اللي مازال لم يفعل حتى الآن. عجبني جدا المثال اللي حضرتك قلت عليه على بولندا والجامعات ال 17,000 اللي المفروض ان هم يطلعوا بمشروعات، وانا طبعا بفترض او اتوقع ان هم مش مطلوب من كل واحد يعمل مشروع، لان كتير قوي واجهتني انا على الصعيد الشخصي اثناء التدريب ان حتى لو داخلين ما يعرفوش بعض بيتعرفوا على بعض، بيطلعوا عاملين شراكه وبيقرروا يعملوا شركه ثلاثه او اربعه مع بعض. الريادة تجارية، ريادة خدمية، ريادة اجتماعية، ايا كان كل الكلام ده شغالين كتير احنا في مصر على مستوى جامعات كتير، من ضمنها اسكندرية، من ضمنها السويس، من ضمنها جامعات كتير على المستوى الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية. فإن احنا النهاردة بدأنا كمان ندرب ستاف الجامعة على ريادة الأعمال، والهدف منها هم حاجتين احنا بنهدف إليهم،
أولا نشر ثقافة ريادة الأعمال على مستوى العاملين بالجامعة وعلى مستوى الأسر العاملين بالجامعة وعلى مستوى الطلبة في الجامعة، وكمان نشر الثقافة الريادية على العموم في إصطاف الجامعة، حتى يعني نتجنب ولو نسبة 50% 60% من الأسلوب الأكاديمي في التعليم اللي كلنا زي ما حضرتك قلت كده ما هو المردود من التعليم. وأنا لو بعلم أكاديمي توقع إن المردود، يعني خلينا كلنا نبقى متفقين إن هناك الهرم اللي بيقول لو أنا بتعلم بالمحاضرة مش هحصل، أو بالقراية مش هحصل أكتر من 20%. طب لو أنا بتعلم بنظام المشاركة والعملي طب هحصل قد إيه؟ قد أصل إلى 90% من المشاركات والخبرات. فيعني إحنا بنخطو، ولكن خليني أقول إن برضو ريادة الأعمال لو ما كانتش تحط لها الأساس مظبوط، لو ما كانش يبقى ليها الدعم، خلينا نقول إن هي كلها دايرة واحدة تروس بتجري مع بعضها، ما ينفعش ترس منهم يقع. الاقتصاد مع التعليم مع مؤسسات الدولة على العموم مع القطاع الخاص. حضرتك في كندا، وأنا يمكن رحت كندا 5 مرات وشفت قد إيه التواصل ما بين الجامعات وما بين القطاع الخاص أجل ريادة الأعمال. نعم دكتورة أنا محتاج منك بعض الأشياء. تفضل. أنا محتاج في أقرب فرصة أن احنا ننسق معاك. نحن عاوزين نوصل، يعني أنا هقول لك الحاجات اللي احنا عايزينها وأنت وريني إنه ممكن، يعني كيف ممكن يعني تنفذ. نحن محتاجين تبادل خبرات مع الجامعات المصرية. أنا اشتغلت في مركز الابتكار في جامعة القاهرة واشتغلت في أشياء كثيرة وأعرف قوة والخبرة والفائدة اللي أنتم قاعدين تجنوها في الجامعات المصرية من خلال مراكز ريادة الأعمال والابتكار ونقل المعرفة. الآن نحن عايزين نوجد علاقة ونستفيد من الزيارات المتبادلة ما بين الجامعات المصرية والجامعات السودانية. أنا أعرف أنت عندك لديك الأكسس أنك تقدري توصلي لجهات كثيرة يقوموا بزيارات متبادلة لمراكز لريادة الأعمال في السودان ويساهموا في إنشاء مراكز لريادة الأعمال في السودان. وأتمنى منك حاجة إضافية، كل المؤتمرات والإيفنت واللي عندها علاقة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة ونشر ثقافة العمل الحر المتقاه في الجامعات السودانية سواء عن طريق الاي ال او او منظمة العمل الدولية او عبر الصندوق الاجتماعي المصري او 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 اللي انت عندك اكسس عندهم. اتمنى يكون في حاولوا تقدموا دعوات لجامعات سودانية متمثلة في طلاب وفي طالبات انهم يجي يحضروا الاشياء الموجودة دي في 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 مصر. يعني اتمنى منك انك يعني تساهمي معانا في هذا الدور الكام بيحصل. انا غيرته شخصيا، يعني انتوا حاولوا ردوا لي الدين شويه. يعني انا كنت بجتهد معاكم في الموضوع ده حسنا انا مش في كندا، فاتمنى انكم تقوموا بالدور ده مع يعني تبادل منفعه يعني وان تو وان سيتويشن، يعني ان تقوموا بالدور ده الان في الجامعات في السودان وكل البرامج الموجوده، وكيف الطريقه وكيف الاليه. يعني انا ممكن اخليها ليكي، لكن دي متطلباتنا حاليا في الفتره الحاليه. طبعا دكتورة أمجد، أنا زي ما قلت إنه كل ما في وسعي ممكن أقدمه، أنا مش ببخل ولا يعني ولا هتأخر إطلاقا. لكن يمكن نحتاج زي زوم ميتينج نحط بس يعني تتوضح لي الرؤية أكتر، لأنه لما نقول إيفنتس ولقاءات ونعمل دعوات يعني هي مش بس جملة، لكن هي بيندرج تحتها خطوات كتير وبيندرج تحتيها يعني آليات لازم نمشي عليها، لأنه داخل فيها جهات خارج عن إيد خلود برضو. خلي بالك يعني احنا صح، انا بنتكلم عارف، على الرئيس، يعني جامعات انا عارف، انا ممكن خلينا اساعدك نبقى في التسجيل ده.
نرتبها ان شاء الله. جدا. يعني خلينا ان شاء الله نوضح الاليات مع بعض ونشوف نقدر نحن نقدم ايه لاهلنا في السودان ان شاء أنا الله. أشكرك جدا يا دكتورة خلود، وأشكر شرف ليا، المداخلة، شرف ليا. أشكر إثرائك للجلسة، ونحن قاعدين نستفيد منك، وأنا شخصيا بستفيد منك كثير زي ما أنت عارفة، وهي عشرة بتاعت سنين يعني سنوات، الله شكرا يعافيك. جزيلا دكتور خلود والمداخلة الجميلة، وشكرا للمبادرة يا أستاذ أمجد إنك عملت التشبيك. بس أنا عاوز أضيف شيء للفكرة بتاعت المراكز بتاعت الابتكار أو نقل التكنولوجيا في الجامعات. أنا الآن معي مجموعة من الشباب الرائعين جدا من جامعات مختلفة، بدينا في فكرة لتكوين جروب لتكوين مراكز بتاعت نقل التكنولوجيا في الجامعات السودانية. على سبيل المثال للحصر معانا الباشمهندس غادة هاشم من مدينة أفريقيا التكنولوجية، هي في مكتب نقل التكنولوجيا في مدينة أفريقيا التكنولوجية، وشباب من جامعة القضاري في جامعة كسلة في مرحلة السلام. تكوين التيم. ودي دعوة لأي زول في سواء كان الطلاب أو غيره، لكن بالأخص مركزين على هيئة التدريس أو الشباب في الجامعات، عشان نعمل نأسس البذرة بمساعدة أستاذ أمجد وبقية الجماعة إنه نعمل مراكز تحذير ريادية في الجامعات. عمل يعني محترم حتى والله، عمل ممتاز. لما نصل لمرحلة زي ما بقول بروف علام، إنه لابد يكون القطاع العام والخاص أو هيئة الابتكار والبحوث في وزارة التعليم العالي، تلقى إنه في بيز جاهز يتأسس في بس كل جامعة. يا وفي للنقطه دي، بس في حاجه بدي اضيفها لك، عشان احنا كمان ما نقصوا على القطاع الخاص. احنا هنا ما جايين نقصوا على القطاع الخاص، ولا ما جايين نخلف رجل على رجل ونقول منو الغلطان منو الغلطان وكذا. المشكله فينا ان احنا اصلا، يعني انتوا لو الليله قدمتوا نموذج هاي كواليتي هاي بروفايل لهذا المركز في الجامعات، ولو انتوا في داخل الجامعات قعدتوا تهتموا بالبحث العلمي وفعلتوا البرامج المفروض تفعل في الجامعات، فبالتالي بتقدموا عمل محترم، عمل مسؤول، نموذج جميل. وانتوا كده بتجبروا او بتحمسوا القطاع الخاص انه يخد ايده في ايدكم. لكن ما ممكن انت الليله ما مقدم لي اي نموذج، ما عامل لي اي حاجه يعني هاي بروفايل، وتقول القطاع الخاص تعال مولني. يعني القطاع الخاص ده كمان قاعدين يتعبوا ويجيبوا قروش في ظل الظروف الطاحنه دي، يعني كيف يعني يجي يدفعوها كده ويجي يشتركوا مع شخص ما معروف البوتنشال ولا الجدوى بتاعت الموضوع ده شنو يعني؟ يعني ما ممكن. فبالتالي انتوا الطلبه، هيئه التدريس، هحكي لك حاجه ظريفه ما دام انت قلت لي تركيا. يعني في 2012 حبوا يدخلوا منهج تدريس تعليم رياده الاعمال في الجامعه التركيه. قاموا مشوا لاردوغان قالوا له احنا عايزين نعمل منهج لمراكز رياده الاعمال وتدريس رياده الاعمال في الجامعات، فنحن محتاجين ما يعادل 100 مليون دولار. سالوا سؤال قال لهم طيب انتم حتنفذوا كيف؟ قال لهم والله نحن حنمشي نختار الاليه، بتكون كده بالطريقه دي انا بقول لك الاليه، حنمشي نختار اساتذه من داخل الجامعه نعلمهم كيف يدربوا منهج رياده الاعمال، ودي اللي بتعمله الدكتور خلود التي او تي، انه يدربوا معلمين على تدريس طرق تدريس رياده الاعمال. الاختيار في المعلمين انت ما بتمشي لاي واحد صاحبه كده، يا حسين انت في عضو هيئه تدريس يا وفي، تمشي تقول يا اخي والله يا صاحبي عماد صاحبي ده انا ما اجيبه. انت بتمشي تشوف الناس البليفيد، اول شيء الناس المؤمنين، اول شرط لاختيار هيئه التدريس انت لازم تختار الناس المؤمنين برياده الاعمال، عندهم باشون، عندهم شغف. يعني انت حاسس شايفين انا قاعد اتكلم هنا، انا ما قاعد اخبط في الترابيزه، لكن انت شايف الباشون والشغف في يدين وفي عيني. ما صعب انك تعرف الشخص المؤمن برياده الاعمال، لازم تجيب شخص مؤمن. نحن يا جماعه لازم نؤمن اول حاجه بقدراتنا، نؤمن بحاجاتنا اللي عايزين نعملها عشان ننجح فيها، عشان ربنا يكرمنا. فاردوغان قال لهم انتوا هتعملوا الكلام ده كله هيئه التدريس، وبعدين هتنشئوا المراكز، وبعدين هتعلموا. قالوا ايوه. قال لهم انا هديكم 100 مليون، هتشيلوا منها 95 مليون تصرفوها على المعلمين، وال 5 مليون الباقيه امشوا اعملوا بيها مراكزكم ومناهجكم لو دارين تنجحوا، لكن لو ما دارين تنجحوا شيلوا 100 مليون امشوا اعملوا بيها مراكز وتعليم لرياده الاعمال، اصرف على المعلم 95%، أهله، دربه،
سفره بره، علمه، خليه بالموضوع ده يشوف بعينه التطبيقي، جيب المصادر المعرفيه. اكبر مشكله بتواجهنا نحن لا بنعمل نقله للمعرفه، تعرف ليه؟ نحن نفتقد المصادر التطبيقيه العلميه لرياده الاعمال في السودان وفي الشرق الاوسط كله اصلا. ما عندنا مصادر معرفيه، نحن ما عندنا خبراء، ما عندنا المنظرين. نحن ما تركيا، نحن ما كوريا، ما امريكا، ما البرازيل، ما اندونيسيا، ما ماليزيا، ما الامارات. خط 100 خط تحت الامارات دي. وكل الدول بدات تتهد الباقي، مصر والاردن والسعوديه وتونس وغيره وغيره والبحرين. البحرين اول دوله في المنطقه العربيه تدرس رياده الاعمال لطلاب الثانوي. والشيخه انا قابلتها بس نسيت اسمها، لطلاب الثانوي. وتدريس رياده الاعمال بيدرس الان مخطوط في الكي جي من الروضه. هاو تو ستارت. تخيل اللي بيتعلم من الابتدائي ده بيتعلم عن رياده الاعمال وعن المسؤوليه المجتمعيه وعن الاخلاقيات البزنس وعن التسويق والمهاره والمبيعات وعن وعن وعن. ده حيطلع شنو يعني في الثانوي يعني؟ ولا في الجامعه حيطلع شنو لما يتخرج من الجامعه؟ حيطلع شنو؟ حيمشي يفتش له وظيفه في سوداتين ولا في سوري في زين ولا في بنك؟ يا وفي عشان نقفل الجانب ده، ويا الشباب اصحابي واصدقائنا واساتذتي الموجودين، الان لا تستطيع دوله حتى امريكا انها توظف 400 الف خريج في السنه. لذلك الان الاتجاه نحو التشغيل وليس نحو التوظيف في رياده الاعمال. قالت حاجه الدكتوره خلود، حختم بها لان عندها علاقه بالجامعات الرياديه، عشان الناس التانية ما يزعلوا يقولوا يا اخي امجد دفع ريقه بريادة الاعمال المشروعات الرياديه ودي الناس. هي القصه ما كده، القصه كالاتي: في حاجه اسمها التوظيف النوعي. يلا ده مشروع نمره واحد في الشرق الاوسط، يعني انا بقوله حسب لساني ده، انا ما مبتكر، لكن انا الصدفه خلتني ادخل مع ناس بترجموا من دول متقدمه وسريع سريع كده. ده اعرف في حاجه اسمها التوظيف النوعي، دي ما موجوده في الشرق الاوسط كلها، وحاجه سهله ممكن نبدا بيها. التوظيف النوعي ده شنو؟ التوظيف النوعي ده بتجيب هيئه تدريس بتدربهم على رياده الاعمال والبزنس وعلى الابداع وعلى الابتكار وعلى التكنولوجيا وعلى الحاجات دي. ديل بيخضعوا للتدريب. هيئه التدريس بيدخلوا الفصول المدرجات. بيدخل اي مدرج بيقسم المدرج لاثنين. المدرج فوق 100 بيقولوا 50 ديل شكلهم كده ديل بتاع بزنس، ال 50 ديل ما بتاع بزنس، ديل موظفين، وديل الباقيين ديل ولا ديل اولاد سوق شكلهم كده، ده ناس سوق ناس تجار. بيخضعوا القسمين ديل بيخضعوا لبرنامج تدريبي. الموظفين ناس المحاسبه وناس المنون بيتدربوا بياخدوا اعلى المهارات في المجال بتاعهم، ومن سنه ثانيه في الجامعه بوظفوهم في بنك النيل وبنك التضامن وبنك فيصل والبنك ما بعرف شنو. بيكونوا بيمارسوا الحسابات في البنك هم في سنه ثانيه. الناس دي لغايه سنه رابعه يا وفي حيكونوا كيف في الاكسبيرينس؟ دي لما يطلعوا من الجامعه حتقول لهم ما عندك اكسبيرينس؟ ما عندك خبره؟ اقول لك الاظرف شنو طيب؟ واقول لك الاحلى شنو في الموضوع ده؟ في سنه ثانيه لما نمشي الجامعة نمشي بتمشي رئيس الجامعة. ما أنا عشان كده قلت لك الجامعة بين رئيس الجامعة. رئيس الجامعة ده ناس الجامعة بيمشي يقعدوا مع بنك التضامن. بنك التضامن ده فيه ولا قفله في السودان؟ بنك النيل لك مال ما فيه كلام كثير يعني. عندكم شركة في السودان نضرب بهم مثلا. المهم مشيت للبنك قلت له يا أخي أنت عايز، أن احنا عايزينك يا اخي والله تشغل السودانيين الطلاب ديل، انت مواصفاتك شنو؟ يقول لك انا مواصفاتي عايز اللي هيشتغل معايا في الوظيفه في البنكر دي لازم يكون 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص انا هجيب لك البرنامج التدريبي انا بدربه له، بنمي فيه المهارات دي. بيجي بديه للبنك، البنك بيقول لك كويس، بقول الزول ده كويس معاك كويس معايا. بتعرف بيحصل شنو في بعض الدول؟ الطالب ده من سنه ثانيه بيعمل عقد مع البنك
وبياخد مرتب وهو في سنة تانية في الجامعة. بياخد مرتب وهو في سنة تانية في الجامعة. الكلام ما هزار، ما لعبة. من سنة تانية بياخد مرتب وهو في البنك. وبيكون عنده المهارات. ده اسمه التوظيف النوعي. الموظف ده لما يتخرج سنة رابعة ويدخل البنك بيبدأ يسدد من أقساطه رسوم أو كوست البرنامج بتاع التدريب بتاع التوظيف النوعي اللي أخذه هو من الجامعة، صرفت عليه التدريب اللي اتدربه. طيب هل البرنامج اللي في الجامعة ده محتاجين قروش عشان ياخدوا أقساط؟ لا، هما بس عايزين يقولوا للطالب خليك سيريس، أنت هتدفع الأقساط، خليك جادي، تاخد البرنامج ده وتعمل صح لأنك هتدفع الأقساط دي. وفي نفس الوقت الطالب بيعملوا له عقد من سنة تانية عشان ما يقول نازل جربنا هو زاي غشونا زاي برنامج تدريب ولا في توظيف ولا من سنة تانية عنده عقد كده. طول كده وظفت طلاب نوعيين للقطاع الخاص، القطاع الخاص من حقه يحتاج خبرة، ده اسمه التوظيف النوعي. عشان كده في ناس كنا بنسمع زمان من 15 سنة يقول لك التوظيف شنو؟ التوظيف المنتهي بالتدريب، التوظيف المنتهي بالتدريب. ده كان قبل 15 سنة، كان فالقين انه بين في الشرق الاوسط التوظيف المنتهي بالتدريب. بس التوظيف النوعي ده بيقلب، بيقول لك التوظيف المبتدئ بالتدريب. هو توظيف من سنة تانية بتوظف، مبتدئ بالتدريب يعني وظفني اول ثم دربني، مش دربني. ومراكز التدريب بتدفع مليارات الدولارات، بتاخد من الدولة وفي النهاية ما بتطلع لنا ناس لو كواليتي لو بروفايل، ما مدربين كويس. ليه؟ لأنه موضوع تاني، يعني مراكز التدريب دي موضوع تاني. فأنا باقي لي محور أخير، في أسئلة حسي ولا ندخل في المحور الأخير طوالي؟ ما في شيء إلى الآن، تعليقات عادية. باقي كم على اللايف؟ الآن أخذنا حوالي ساعة وثلث. طيب معناته أزف الوقت زي ما بيقولوا. عندنا حمور على المحور الثالث ده سريع. الكلام اللي أنا قاعد أقوله ده كله، ده هو المختبر التدريبي 30 ساعة. الكلام اللي أنا قاعد أقوله ده كله بمر عليه مرور الكلام، فيه تدريب بورقة وقلم، فيه تمارين، فيه فيديو محاكاة، أفلام فيديو للتدريب، فيه كذا. عايز أقوله إنه البرنامج التدريبي ده قبل ما أدخل على المحور الأخير، أنت بتستفيد منه شنو؟ في النهاية بتطلع شنو يعني؟ لو أخذت البرنامج التدريبي ده 30 ساعة يعني هتطلع بشنو يعني؟ البنفيت شنو يعني؟ الفائدة شنو يعني من البرنامج ده والكلام؟ بتقدر تطلع كيف تقدر تحدد المسار بتاعك المستقبلي؟ مسارك المستقبلي تقدر تحدده لما تاخد عن التدريب للبرنامج ده. بتقدر كيف تفعل وتبيع الفكرة بتاعتك؟ الآن الناس عشان أنت عايز تمويل لازم تعرف تقدم نفسك وتبيع الفكرة بتاعتك. متطلبات السوق شنو؟ يعني تقدر تعرف من هو رائد أو رائدة الأعمال لو أخذت معنا البرنامج ده. أهم المميزات والفروقات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية تقدر تعرفها. عوائق الابتكار، العوائق بتاعت الابتكار وتتجاوزها كيف؟ كيف تنتقل من الفكرة للحقيقة؟ حلمك حقيقة، ده برنامج على فكرة، برنامج اسمه حلمك حقيقة، برنامج جميل. كيف تحفظ أو تخطط للمشروع الصغير ذاته؟ تضع الرؤية والأهداف وتقدم الفرص الناجحة، وكيف تضع خطة تسويقية ناجحة، وكيف تمول مشروعك، وكيف تكوين إدارة الفريق العمل، كيف ممكن تبيع المشروع بتاعك وتبيع الفكرة بتاعتك أو تخرج من السوق أو تصفي المشروع. الجهات الداعمة لرواد الأعمال في السودان شنو ذاته؟ أنا إحنا ممكن نتكلم عنها. كيف تخلق قيمة إضافية للمنتج بتاعك؟ كيف تساعد المبادرين في العمل الحر؟ كيف تبتكر نموذج العمل التجاري البزنس موديل كانفاس؟ هتكلم فوق في ثانية. يا جماعة، أي واحد دار يبدأ المشروع بتاعه ما عنده القروش، ما التمويل مشكلة،
طبعا احنا قاعدين نتفلسف شويه، بنقول الفكره هي المشكله والتدريب هو المشكله والنو هاو هي المشكله، وفعلا دي اهم من التمويل. في ناس عندهم قروش وبيدخلوا السوق وبيخسروا لانه ما عندهم الفكره والاكسبيرينس وما عندهم الخبره وما عندهم النو هاو. عشان تمشي تبدا بالمشروع بتاعك بتحتاج تتمول. في ناس بيمشوا البنك بيشتروا دراسه الجدوى. طبعا يعني احنا عندنا مشكله برضو يعني في السودان، لانه هو الموضوع كله التمويل الاصغر. فانت لما تمشي عشان تتمول مشروع صغير، مرات الموظف الائتمان او ضابط الائتمان ممكن يرفض مشروعك. ما بيرفض مشروعك عشان عندك مشكله في دراسه الجدوى او مشكله فنيه، بيرفض مشروعك عشان انت ما محقق شروط البنك. ودي حاجه سخيفه طبعا، انا ما لقيت تعبير اكثر اقوله الا حاجه سخيفه. نحن عندنا دوره تدريبيه بنديها لضباط الائتمان في البنوك اللي بيمولوا. نحن بنقول انت ما تدي التمويل حتى لو دراسه الجدوى كويسه، ما عشان دراسه الجدوى كويسه، ما عشان دراسه الجدوى ما تخرج الميه. انت المفروض تمول عشان الشخص اللي واقف قدامك ده هل يستحق التمويل ام لا. الشخص ده ممكن يعمل 20 مشروع، بس المشروع الواحد ما بيقدر يعمل شخصين زي ديل. الاصل في الفكره والاصل في التمويل الشخص الانتربرنور، رائد العمل، الرغبه انه هو ده يعمل حاجه، انه عايز يغير الواقع بتاعه، انه الرغبه ده عايز انه يبقى بني ادم، انه عايز يحقق يصنع قصه النجاح بتاعته. فدي مساله متقدمه شويه في الموضوع ده. طيب في الناس ما بتقدر تعمل عشان تمشي تتمول، ما بتقدر تصرف على تعمل لها دراسه جدوى. انا امشي لمكتب بتاع دراسه جدوى يقول لي يا اخي تعال انا بعمل لك دراسه جدوى، والله يا اخي ب 50,000 او 50 مليون او 100,000. يعني انا لو عندي 100,000 ماشي اتمول ليه اصلا يعني؟ لو بقدر ادفع 100,000 ولا عشان انت تقدر تعمل لي دراسه جدوى يعني. ففي حاجة اسمها نموذج العمل التجاري، البيزنس موديل كانفاس. البيزنس موديل ما بديل لدراسة الجدوى، إنما بأخر دراسة الجدوى. البيزنس موديل أو نموذج العمل حاجة كده ورقة فيها زي 7 إلى 9 أسئلة أنت بتجاوب عليها. براك براك، ما هي الإيرادات؟ التكاليف هتجي من وين؟ منو التارجت كذا؟ ما بعرف شنو؟ في أسئلة كده تجاوب عليها في خلال ساعتين من خلال مشروعك. بعد ساعتين انت تقدر تعرف مشروعك جزء جدوى ولا لا، تقدر تعرف من البدايه انك انت تمشي في خطوات المشروع ده ولا تكويك تتخارج منه. براك، اليوتيوب موجود نموذج العمل التجاري. ف نجي للنقطه الاخيره، النقطه بتاعت انا ما هتكلم عنها كثير لانه دي حاجه بتهم المخططين الاستراتيجيين داخل الدوله الوزاره بالتحديد. أنا لما عملت الماستر بتاعي في 2014 طلعت في النهاية عملت النموذج دراسة لنموذج لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في السودان. وعملت الكوتشينير في 2018 حسة قريبة دي جوا السودان. أنا في 2018 دي كنت في السودان، عملت الكوتشينير استبيان في كل مراكز المشيت عشان أعمل محاضرات لريادة الأعمال وكذا. فكان حكاية بتاعت 1400 العينة، كانت 1400 من الشباب والشابات المهتمين بريادة الأعمال والمراكز الحكومية، وعندنا نتائج للبحث ده. وبتخيلها إذا ذاته ما في زول عمل بحث زي ده يعني كوتشينير زي ده، وعندنا نتائج بتاعته. وشوفوا الطريقة كيف أنا أنشر النتائج دي، أنا ما عندي مانع إنه أنشر النتائج الموجودة دي. يعني عملت حاجة كده، خلاص يعني أنا حسوكم في 3 دقائق كده إلى حلم. عندنا جهاز نسميه تابع لوزارة التجارة اسمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، أو هيئة. الهيئة دي عندها مجلس إدارة، هم تابعين لوزارة التجارة. الهيئة دي موجودة في دول كثيرة، في مصر موجودة، في السعودية موجودة، في الإمارات موجودة، في دول عربية وموجودة، في اليابان وفي كوريا. في بعض الجهات العربية لما مشت اليابان عشان تشوف التجربة دي، سألوا اليابانيين قال لهم انتوا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عملتوها 200، قال لهم عملناها سنة 1967. عشان كده بقت اليابان. ماليزيا ليه؟ ماليزيا والناس كلها فرحانة بماليزيا، وفي عندهم وزير اسمه وزير ريادة الأعمال، اعمل سيرش ستلقاه. فمفروض تحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة، يكون في وزير
لكن دي مرحلة لاحقة. الجهاز ده دوره شنو؟ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال دوره عنده وظيفتين، دوره تنسيقي وتكميلي، يعني بنسق ما بين كل الجهات اللي بتعمل في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في السودان وبتكمل الموجودين. مراكز التدريب بتعمل زي ويب سايت كبير أو بتعمل منظمة كبيرة فيها بتجمع كل المدربين وكل مراكز التدريب اللي بتدرب الباحثين عن العمل الحر، بتدرب مشروعات صغيرة ومتوسطة، بتدرب الأسر المنتجة، بتدرب المشروعات الموجودة، أي واحد عايز يبدأ بتجمعهم كلهم، بتجمع داتا، وبيكون في قسم موجود للتمويل. كل البنوك اللي بتمول للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في السودان منهم بتجمعها، كل المصارف وكل الشركات وكل المراكز، وبتعمل تاني كاتيجوري تاني، وبتعمل تاني حاجة بتاع كل الجهات اللي بتدعم الابتكار في الدولة، وبتعمل كاتيجوري تاني لكل مراكز ريادة الأعمال في الدولة، وبتعمل تاني قسم تاني لكل وكالات الإعلام. شفت الإعلام؟ الإعلام 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 ده ذاته ريادة الأعمال ما بتنجح في الدولة ما لم يكن في إعلام يبرز قصص النجاح الموجودة في المجتمع السوداني. يا اخي احنا عندنا قصص نجاح في المجتمع السوداني دي يا اخي غير طبيعيه، غير طبيعيه. انا من 2008 لمستها بيدي عشان انا بعمل في المجال اللي عرفتها. انا ما عرفتها من الاعلام، انا عرفتها بمجهوداتي الفرديه. هو الاعلام ده لازم الليله اليوم يجي كده، ده يجيب لي صوره بتاعت غلاف في الجريده او في مجله اللي يطالب انتربرونور رواد الاعمال، عشان الباقيين الشباب يعانوا الصوره دي يقولوا الزول ده في سننا وفي عمرنا وبيقرا نفس الكليه يمكن انا بقراها، ليه هو عمل كذا؟ ليه انا ما اعمل كذا؟ الشاب السوداني محتاج التحفيز والمبادره، محتاج. هو ذكي جدا، ذكي في الخير وذكي في الشر. ما عايز انت توظفه في الخير قم انصر. فبالتالي بتجمع كل الجهات، حتى بتجمع الجهات اللي بتعمل المؤتمرات دي، الهيئه بتاعت المشاريع الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال، بتجمع حتى الناس اللي بتعمل المؤتمرات. فبالتالي بتجمع ديل اسمهم اللاعبين في مجال المشروعات الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال في السودان من كل ولايات السودان، ما في الخرطوم بس، يعني ما في الخرطوم بس. لازم يتعلموا انه في حاجه اسمها التنميه الافقيه، ما في الخرطوم حاجه راسيه. احنا عندنا كم يجمعوهم كلهم مع بعض في داتا واحده متاحه لكل شباب السودان. انا بكون قاعد كده، ده خالف رجليني والله، ده لي مركز بتاع تدريب كويس، بفتح بدخل الويب سايت ده او ادخل المركز ده بشوف احسن مركز تدريب وهو بيقدم شنو وفي هذا المكان وين والبروش. ومركز المركز الهيئه المشروعات اللي بتكلم مراكز التدريب بتقول لهم تدوا لرواد الاعمال 70% تخفيض. الزام دي ما خطه الدوله، دي ما خطة الدولة، لازم يكون فيها إلزام من وزارة العمل، أصحاب العمل، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، ده كلهم وزارة التعليم، ده كلهم بيتكلموا كده مع بعض، بيلزموا مراكز التدريب والقطاع الخاص ومراكز التمويل، وبيلزموا بيلزموا بيلزموا الناس كلهم إنهم يشتغلوا. 98% من الشركات الموجودة في السودان مشروعات صغيرة ومتوسطة، 98% ده كيف حتحصل له تنمية؟ فبالتالي أقدر من خلال الموقع ده أقدر أشوف ناس التدريب، أقدر أشوف ناس التمويل، أقدر أشوف ناس، أقدر أشوف القصص الناجحة، أقدر أشوف الناس المؤتمرات، أقدر أشوف أقدر 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 الكونسلتنت، المستشارين، حاضنات الأعمال. وين حاضنات الأعمال؟ وين مسرعات الاعمال؟ وين مراكز رياده الاعمال؟ انا امشي وين؟ اقبل وين؟ اتمول من وين؟ اتدرب من وين؟ اتعلم من وين؟ والاهم الفولو اب بالمتابعه، لو المشروع ده اتحسر بعد سنه اخش السجن؟ على فكره رواد الاعمال بيحبوا السجن بالمناسبه، السجن ما بيفرق معاهم. هو ما في قضيه بتاعت شرف، ما قدر يسد الشيك دخل السجن، والشيك كان شغال به شغل بزنس. عشان كده ده نحن نقول رواد الاعمال، لو ما عندك لو انت بتخاف من السجن او لو انت ما كذا ما بتبقى رائد اعمال للدرجه دي، يعني انت قاتل من اجل الحلم بتاعك.
وفي قصص كثيرة يعني. فبالتالي الهيئة دي هي اللي بتنظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السودان وريادة الأعمال. الكلام اللي أنا كله قاعد أتكلم عنه ده اللي بتعمله الهيئة دي، ده اسمه الإيكو سيستم، ده هو اسمه إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للهاو تو ستارت. كيف إنك أنت تبني قصة النجاح بتاعتك وتنجح في مشروعك، لازم يكون في بيئة داعمة. الهيئة المشروعات دي بتشتغل على سن القوانين والتشريعات، ده موضوع هتكلم فيه في يوم تاني، سن القوانين والتشريعات. احنا القوانين والتشريعات بتاعتنا، احنا عندنا مشكله في مراكز التدريب والكواليتي، احنا عندنا مشكله في ايجاد المصادر المعرفيه، احنا عندنا مشكله في البحث العلمي، احنا فالهيئه دي بتعمل الكلام ده. مدني ما بيعمل الكلام ده، مدني ما فاضل الكلام ده هسه 20 مليون. فدي النماذج اللي بتجي من الناس وكذا، ده نموذج العمل التجاري. شفت كيف؟ أنا في 3 دقائق الجاية أو 4 دقائق الجاية ممكن أتكلم شوية عن أدي فكرة عن الموضوع بتاع المنظمة، لو في سؤال ولا أخش طوالي. تفضل، ما في مشكلة. في أي أسئلة؟ إلى الآن والله الأسئلة كلها تعقيبات أو تعقيدات يعني، عشان كده. طيب خلينا انا اخذ 3 دقائق في موضوع المنظمه دي عشان انا اكون انتهيت، وبعدين لو في اي اسئله حسب زمانكم. في 2011 في منظمات كثيره بتعمل في المنطقه العربيه. المنظمات اللي بتعمل في المنطقه العربيه دي ما بتعمل يعني عشان خاطر سواد عيونها، يعني بتعمل الكلام ده لانه هي محتاجه حاجات، محتاجه تصهر نفسها ان هي بتدعم الدول وبتدعم الانسانيه وبتدعم التنميه، ومحتاجه تعمل بي ار، ومحتاجه تحسن الصوره بتاعتها، ومرات بتدخل لاكثر من كذا. يعني لما بتدعم بعض الشعوب او بعض الدول بتقول يا اخي خير انميهم في دولتهم عشان الهجره العكسيه، عشان زي امجد ده ما يجيني كندا، بتجي المنظمه الكنديه دي بتعمل تنميه في السودان. لي انا يا امجد خليك انت قاعد في الكلاكله دي، انا انميك واديك قروش وادعمك وادربك على كندا، ما تجيني كندا هناك. في اهداف كثيره عشان كده هي بتعمل ضمن الحاجات دي. في منظمات موجوده ومعروفه بتدعم شباب رواد الاعمال والمشروعات الصغيره والبادين والمبتدئين في العمل الحر. انا من خلال عملي في مركز رياده الاعمال او في الشركه بتاعت رياده الاعمال وفي الميديا وفي المؤتمرات وفي الحاجات، اتعاملت مع المنظمات دي كمتعاون، يعني ما كموظف، كمتعاون معاهم. فامتدت معاهم لستة إلى 8 سنوات في مختلف الدول الخليجية. ما بتاخد الدعم بس إيجو، يعني كيف ياخد الدعم يعني؟ أو يجيهم سبونسر، منظمة تبقى سبونسر للإمارات وللسعودية يعني للشباب. فبالتالي الدعم موجه للسودان، لمصر، لدول شمال أفريقيا، اليمن كذا، والأشياء الموجودة يعني. في منظمة إيجاد فرص عمل لائقة بنساء السودان، ده مشروع مشابه لمشروع أقيم في مصر لمنظمة العمل الدولية. المشروع ده اتصرف عليه ملايين الدولارات، وقدم عمل ضخم والتهيئة لنساء وسيدات مصر في جميع القرى والنجوع النائية جدا في صعيد مصر، في أقاصي المحافظات. وجدوا التعليم، وجدوا التدريب، ووفروا لهم الدعم، ووفروا لهم المشروعات الأسر المنتجة، وأصبحوا يعني فتحوا لهم أبواب للرزق مع التدريب ومع التأهيل، وبصرف سخي جدا جدا من منظمات دولية. نحن المشروع مشابه لهم والمنظمات مشابهة، ما هم نفس الناس، إنما حيكون دي عندهم دور لها في خلال من بعد الشهر 6 الجاي في السنة الجديدة لبعض الجهات الأخرى. أنا من هذه المنظمات كان عندي هم إنه يا أخي ليه المنظمات دي حاليا ما تيجي تشتغل زي ما عملت مع الدول الثانية دي، تعمل لنا هنا في السودان، صرف فاق ملايين الدولارات على برنامج تأهيلي.
فتحدثت مع بعض من المنظمات دي بصوره شخصيه، وانكم الان السودان فيه تغيير وفيه شباب زي الورد وفيه ناس، فلازم توجد لنا مشروع ضخم يحدث الفارق والتنميه ومشروع سيريس موجود في السودان. قال لي عندي الموضوع ما بيجي بالطريقه دي، انما قدم بروبوزر، قدم لنا عرض واقنع، يقنع المنظمه انه هي تيجي تشتغل في السودان. انا استعنت ببعض الخبراء، استعنت بهم، فعملنا بروبوزر في شهر 9 اللي فات 2019. قدمنا هذا البروبوزر لهذه المنظمه. البروبوزر بيقول انه، او المقترح بيقول انه في السودان في بيئه خصبه لاقامه المشروعات الصغيره والمتوسطه والرياديه والتنميه، والسودان يحظى بالموارد البشريه ويحظى بالمواد الخام ويحظى بالابتكار ويحظى بالتنوع ويحظى بالشغف وبالباشون ويحظى ويحظى ويحظى، وعنده في هذه الامكانيات متوفره، محتاج الدعم الفني والمادي لتحقيق هذه البرامج. المنظمه عندها برامج يجب ان تحقق، في انه في تقريرها بتقول يا اخي والله استفاد من هذه البرنامج كم شخص، يتمول كم شخص، نجح كم شخص، مشروع متعثر كم شخص، مشروع فشل كم شخص، التدريب كان كيف، استخدمنا كم، دربنا كم. لا 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 لا، ده بيجي يرفعوه ويطلع تقرير سنوي بيترسل، عشان التقرير السنوي ده الموظفين بيشتغلوا الشغل ده بطريقه مجرده وبطريقه قويه جدا، وهم بياخذوا مرتباتهم وما بيستفيدوا من المشروع، مشروع ده الموظفين المنظمه. المنظمه بتعتمد على تشغيل هذا المشروع من داخل البلد. يعني ما بتجيب هي المنظمه، ما بتجيب خبراء معاها عشان هم يقوموا يشرفوا على هذا المشروع. الحمد لله رب العالمين، البروبوزر وجد الموافقه في شهر يوم 18/9/2019، واعتمد انه والله المنظمه ممكن تدرس وتدخل السودان وتقدم هذا المشروع، وبس كان انهم حيدخلوا كيف وحيعملوا شنو. الفكره المبدئيه كانت انه حيدربوا، هم داخلين السودان عشان ببرنامج اسمه ايجاد فرص عمل لائقه بنساء السودان. هم عندهم عده برامج، فهم قالوا نحن حنبدأ بالبرنامج ده، البرنامج ده ينجح نشوف البعدي والبعدي والبعدي، او يكون عندهم برنامجين ثلاثه متوازيين في شكل واحد، ماشيين في شكل واحد اذا فعلا في مؤشرات للنجاح. انه في هذا البرنامج، هو برنامج فني ومالي لنساء السودان. هذا البرنامج هو مركز اكثر على الاسر المنتجه وتمليك وظائف عمل ومصادر رزق، ولا مانع انه يملكوهم مشروعات، يدعموا مشروعات قائمه على الابتكار وعلى الابداع، مشروعات صغيره او مشروعات رياديه. وهذا البرنامج تحت بند تمكين المراه، وهم مطلقين على هذا البرنامج بالتحديد Women Entrepreneur، نساء رائدات اعمال. بس 80% معتمد على هذا البرنامج، 20% منه ما معناته كلهم حيكونوا اصحاب مشاريع، هم حيساعدوا النساء على التوظيف اللائق، لكن وظيفه، ايجاد وظيفه لائقه، يعني عام شغلها في فرون يعني، فحيملكوها المهارات الاداريه والسلوكيه، حيرتقوا بهذه المهارات والتدريب والاضافات في انه يوجدوا فرص عمل لائقه موجوده بهم. في المشروع ده هم مستهدفين يدربوا حوالي 10,000 في كل مدن السودان. العشرة ألف اللي حيدربوهم ديل مش هم المتدربين على إيجاد المشروع أو متدربات على المهارات السلوكية والإدارية. العشرة ألف ديل هم حيأهلوهم إنهم يكونوا مدربين يدربوا مشروعاتهم للمتدربات في كل مدن السودان. وهم كيف حيدربوا كل مدن السودان؟ يعني حجوا مدربين من وين؟ لازم يوجدوا مدربين. عندهم برنامج تدريبي، البرنامج ده حيجيبوا برنامج ده مدته 100 ساعة. ال 100 ساعة ده برنامج تدريبي تي او تي، 40 ساعة منها تي او تي و100 ساعة للمتدربين. طبعا يستحسن يكون معاهم زي ما قلت يعني ناطقين باللغة الإنجليزية، على اساس انهم هم الليل المدرب لما يمشي يعرف البرنامج ده في بورسودان
ما المفروض واحد يكون بيترجم، فبالتالي مستحسن يكون فيه يعني ناطقين باللغة الإنجليزية. في حاجة مهمة جدا في ضمن الأسئلة اللي جاتني، البرنامج ده الناس متخيل إنه بتاع النساء بس، يعني ما يعني الرجال ما عندهم دور في الموضوع ده، بالعكس المدربين ديل ما عندهم مشكلة، إن شاء الله 90% يكونوا رجال يعني، واللي بيشتغلوا في المنظمة يكونوا رجال، يكونوا في جانب في رجال موجودين يعني، وفي النهاية برنامج لتمكين المرأة للوومن أنتربرونورز، لكن ما برنامج إنه لازم يكون عليه متطرف يكون كله نساء بس يعني، لكن هم معتمدين على النساء لأشياء يعني، بيفتكروا إنه هي محتاجة لتقوية ومحتاجة لأن هي ضعيفة وكذا. عنده برنامج جميل 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 جدا يعني، أنا صراحة البرنامج ده يعني حط شعوريا كده يعني جواي حزاني يعني. البرنامج ده عاملينه هم مسمى حاجتين، بيدربوا ذو القدرات الخاصة من النساء وبيمولوهم تدريب وتمويل. البرنامج ده اسمه ذو الهمم العالية بالعربي، ما ذو القدرات الخاصة أو ما ذو الاحتياجات الخاصة زي ما نحن بنقول، هذا المسمى الغير لطيف، اسمه ذو الهمم العالية. ونوع تاني من البرنامج عنده برنامج المتسربات من التعليم. المتسربات من التعليم شو يعني؟ ما قدروا يكملوا التعليم بتاعهم. وعندهم برنامج للغير متعلمات، وعندهم برنامج عندهم برنامج الكاتيجوري اسمه برنامج المرأة المتخصصة، يعني اللي بيعملوا التصاميم واللي بيعملوا العبايات واللي بيعملوا الثياب السودانية واللي بيعملوا ما بعرف الحنة واللي بيعملوا ما بعرف الرسم واللي بيعملوا ما بعرف التطريز، يعني المتخصص غير الحرف اليدوية يعني. في برنامج ثاني اللي بيعمل مؤتمرات، البزنس الخاص بالسيدة. في برنامج مهم جدا انا نسيته، قلت لكم برنامج زي بتاع القدرات الخاصه ده الهمم. بيعملوا برنامج للارامل المطلقات يعني، ده برنامج يعني انا لما قريته يعني برنامج صراحه حزاني جدا يعني، عاملين برنامج قوي جدا للمطلقات والارامل، بحيث انه هو حتى بيقول لك ده برنامج حاجه كده زي سامينه برنامج الكرامه ولا بيقولها له برنامج يعني، برنامج حاجه كده زي الايمج يعني، انه يعني المهم يعني للارامل المطلقات انه يكون عندهم مصدر بتاع دخل. حتى كريستين يعني مثلا في واحده عندها 4 اطفال ومطلقه وطلعت من سنه ثانيه من الجامعه، قامت جابت 4 اطفال وطلقت يعني. انا قاعد اتكلم براي ولا سامعني؟ واصل واصل سامعينك. وانا قال لكم نمتوا. لا لا ما في زول نايم. انا ما عشان ما شايف الشاشه. بتكون فدي نوعية البرامج أو الحاجات اللي حتجي. المرأة المعيلة بالمفهوم الشامل، ممتاز. أنا آسف لو بعض بتخوني بعض التعابير يعني، لأنه أنا ما متخصص. فلذلك ليه 100 ساعة هيدربوا ال10,000 ديل؟ شفت الكلام ده كتير كيف؟ أنا حاسس قلته ده كتير، لسه أنا نسيت حاجات كتيرة يعني. فلذلك ال10,000 ديل هيدربوا المرأة والسيدات حول السودان كله بطريقة متوازنة. مراكز التدريب هتشتغل، المتدربات هيشتغلوا، المشروعات الصغيرة هيشتغلوا، المشروعات الريادية هيشتغلوا من السيدات، الوومن انتربرونور هيشتغلوا، الأسر المنتجة هتشتغل. احنا عايزين نشوف يعني لما اتناقشنا في بتاع الأسر المنتجة ده، وانت ذكرت لهم قصة انه احنا عندنا مثلا ان ويك كروب بروجرامينج. شكرا دكتور خلود. عندنا مشروع اسمه الحلور، مشروع اسمه الحلور قلت لهم. احنا يا جماعه بيني وبينهم كده، احنا عندنا البرير ده عنده مشروبات بنكهه الموز ونكهه التفاح ونكهه ما عارف اللبن ونكهه الشوكولاته. ما بيقدر، هو عنده امكانيات ويصنع ويعمل قزاز ويعمل تعبئه ويعمل باكل، ما بيقدر يعمل باكل للامور عشان يكون مشروب فرنشايز خاص بينا نحن سوداني بس في جميع انحاء العالم يعني. احنا هسه في كندا هنا قاعدين لنا هنا 1000 اسره، لو لقينا الحل الامور ده في البقاله في السوبر ماركت ما كنا هنعرف نشتريه، بدل ما نشرب ماذا ثم هذا. الفكره شنو في المشروع ده؟ يعني الفكره حلوه صح؟ مشروع فرنشايز، مشروع براندنج،
مشروع من اختصاصنا ونحن بس في العالم، قسم دعم الصناعات المحليه، قسم الحل في الزراعه، دي اسمها كده. كلامي حلو صح؟ تعرفين الاحلى شنو؟ الاحلى مش ده، الاحلى انت عشان تعمل مصنع وتجيب المشروبات دي وتصدرها لجميع انحاء العالم، انت محتاج حلمور خام. الحلمور خام ده هتجيبه منين؟ 10,000 سيده هتعوز، فتحت 10,000 بيت. ده الادد فاليو اللي كنت بتكلم عنه قبالك يا ولاء، ولا حسب تكون طفشت طبعا. ده الادد فاليو اللي بتقدمه المشروعات. لا لا، ولا متفرة معانا ما زالت. ده الادد فاليو، دي القيمه المضافه. انه مش مشروع، مش مشروع بس انك انت كذا، ده اسمه ده الفرنشايز. بعد يوم ثاني هنتكلم عن امتياز التجاره فرنشايز. فالاسره دي، المنظمه دي كانت المفروض تبدا معانا السنه اللي فاتت. هنبه، انا لست موظفا في هذه المنظمه ولا عندي اي علاقه بهذه المنظمه، انا فقط مستشار له او زي ما تقول كونسلتنت لهذه المنظمه، وانه انا اقدر ادخل السودان ودوري انتهى، ما عندي اي دور في هذه المنظمه. السؤال بيبقى، المنظمه دي لما تيجي السودان هتيجي كيف؟ غير الشراكات الحكوميه وغير الجهات الرسميه، انا حنفذ لها شغل في الارض منو؟ يا ربي منو؟ يعني انا لما حس المنظمه دي جات وقالت لي امجد، المنظمه دي كالاتي: جايه وحتاجر لها مقر، وحيكون عندها مقر في الخرطوم، وحتكتب اللافته بتاعتها وحتقعد، واي حاجه عايزين نبدا، عايزين نمشي بس هنا، ده السوق العربي منو اللي حيشتغل معاهم؟ انا امجد اركب الطياره مش اشتغل معاهم؟ دي كثير، النقطه دي بالتحديد انا ذكرتك فشلت كثير من المشاريع في السودان. في مشاريع كثيره نحن جبناها في السودان لانه ما في ممثلين ليها في السودان، لانه ما في ناس يشتغلوا معاهم في السودان. وانا ما بعرف جوا السودان، يعني انا ما بعرف بالجد، يعني حسي انا معني ليس سنه ونص بس من السودان، انا ما غبت كثير، لكن حسي ما بعرف يا تجيها اللي يمشي لهم، يا منو اللي يشتغل معاهم، ولا انا بقى اصحاب والله يا اخي، يا ناس فلان وعلان اضرب لهم تليفون، والله يا اخي في ناس جايين لهم يستقبلوهم وقعدوا معاهم وعملوا لهم اي حاجه. ثم نفس الطريقه العشوائيه اللي كانت موجوده زمان، الفساد خلقت الفساد والرشاوي وخلقت الحاجات وطيرت الناس من الناس. فبالتالي لازم يكون في جسم موجود. اي نعم، اي الجسم الحكومي موجود، بس المنظمات دي ما كثير بتحب تشتغل مع الجسم الحكومي. بتحس ان الجسم الحكومي ده فيه روتين وفي شغل، هي عايزه الناس، عايزه الابتكار وعايزه الابداع وعايزه الحريه كده. فبتجي عن طريق المنظمه الحكومية، عن طريق الحكومه اوكي واي حاجه والاجراءات وكذا، بتحب تشتغل مع المجتمع. بتحب يكون ناس في القطاع الخاص تشتغل معاهم. فده اكبر، والله اكبر معضله انا شايفها. السنه اللي فاتت لما كانوا داخلين قاموا تاخروا بسبب الاجراءات الحكوميه. والاجراءات الحكوميه لازم توافق في موافقات بعد حتكلم عنها. قاموا اجلوه، انا والله لما اجلوه والله انا واحد من الناس مش كنت متحمس حماس ما اعتيادي، وقعدت ترددت في الوطن جبت المنظمه دي، والله يعني فرق، ما عايز اقول لكم فرحت يعني، لكن طمنت، لانه انا حاسس الناس ما كانت جاهزه انه تستقبل عمل ضخم زي ده وعلى وجه الارض. ما عدم ثقه في الشعب السوداني ولا في الشعب السوداني ولا كذا، هو قصور مني انا، ما هو قصور مني انا يعني انا اللي ما بعرف. لذلك انا بعلينا يعني هنا وعلى الملا وبعلينا في صفحات، بعلينا في اي حاجه، انا ما عندي اي علاقات ولا عندي اي واحد ارفع له على التليفون اقول له تعال، والله ولا بعرف. اي نعم انا بعرف كل الشباب وكل الجهات اشتغلت معاه، لكن انا عندي معضله فعلا، منو الجهه اللي حتستقبل الناس دي وحتشتغل معاهم؟ هم اصلا هم اللي قالوا لي الكلام ده، يعني هم اللي بيقولوا انه نحن حنجي نشتغل مع منو في السودان، نحن حنعرف السيدات وين، نحن حنعرف نمشي مدني كيف، ولا الابيض ولا الدمازين ولا كسر ولا بورسودان، وين الداتا؟ نطلب منو الداتا بالاسر المحتاجه، نطلب منو الداتا بالارامل والمعيلات. عايزين نعمل دورات، طيب عايزين نعمل بلان كل شهر كل 15 يوم، حنعمل البلان دي كيف؟ حنمشي كيف؟ منو الجسم اللي بيعمل بارتنرشيب مع الناس دي ويقدر يقوم بالبي ار بالنسبه لهم، ويقوم بكل البروسيس الجانب الموجود دي؟ ما حتكون معضله، هم حيجوا، وده ما في حد، هم ده ما حاجه حتخليهم يجوا ولا ما يجوا، لكن ده ممكن يسرع عملهم او يجود عملهم او يفشل العمل بتاعهم او ياخر العمل.
ده ممكن يكون سبب في ده، هم هيستمروا والمنظمات دي عندها جلد بالمناسبه قوي جدا وهتشتغل في كل الظروف، وتشتغل في الصومال وتشتغل في افغانستان وتشتغل في اثيوبيا وتشتغل في بنين، هم واجهتهم كل التحديات دي واجهتهم، لكن نحن عايزين نكون جاهزين عشان شنو العجله تمشي طوالي. الشركه دي اضطرت انها تاجل ان هي تبدا شهر واحد الجاي تعمل مخال في السودان، تكشف على اسمها، هي منو؟ انا ما مصرح لي ادي بالكامل معلومات اكثر من كده، لانه دي منظمات ما ده ما شرط اصحاب يا فلان كيف ممكن نحن وروني معلوماتنا، انا ما عندي اي صفه، انا كل اللي قدرت اعمله اجتهدت انه هذا البرنامج يدخل السودان، لكن ما عندي اي صفه ثانيه ولا اي حاجه ثانيه، لكن كل الروابط كل المعاينات كل الحاجات دي انا ببلغ فيها اول باول لغايه ما استيل يكون في جهه بتعمل مع هذه المنظمات توفر لها الناس وكذا. نمره ثلاثه، ما تتخيلوا انه المنظمه دي ممكن تدخل فوق اي نوع من الواسطه وفي المعاينات. الناس ديل عندهم اربع انواع من المعاينات لشخص واحد، الشخص الواحد بيجي يعمل انترفيو مع ده وبيمشي يعمل نفس الانترفيو مع ده وبيعمل انترفيو مع ده وبيعمل انترفيو مع ده، وفي النهايه حاجات تراكميه بيختاروا الشخص الموجود. الحال الخبر الجميل احنا قلنا عايزين زي 50 هيشتغلوا بمكافاه وما بعرف ب 10 20 دوام جزئي وحاجات زي دي وكده، كل الناس اللي بيحضروا اللايف ديل و10 اضعافهم هيكون عندهم علاقه بهذه المنظمه وهيستفيدوا من هذه المنظمه، يا هيستفيدوا كتدريب او هيستفيدوا كعمل او هيستفيدوا كتمويل او هيستفيدوا كتشغيل. المنظمه دي هتشغل لها ناس كثيرين جدا في كل مدن السودان، وبالتالي هيستوعبوا عدد ضخم جدا جدا ممكن يوصل الى 2000، لكن ال 2000 ده بس يكون في كاتيجوري، يعني منو البوردرز، منو الناس الكذا، منو الفئه 2 فئه 3 4 5 كذا. شهر او بدايه السنه هيجي يعملوا المقر بتاعه وحيجي يبدوا المعاينه ومعاهم البرنامج بتاعهم وحيختاروا البورد وحيشتغلوا معاهم لغايه شهر مارس، هيعملوا البلان يبدوا من مارس ديسمبر لغايه شهر 12 يشتغلوا بالكلام زي ده. في مشكله واحده متوقفه وهي دي نفس المشكله الاولى، ما زال السودان في قائمه الدول الراعيه للارهاب. المنظمه دي ده مساله اساسيه جدا وصعبه جدا بتحول ما بين دخول السودان الى السنه دي بالتحديد، اللي هي انه المنظمه حتمول والقروش دي داخله دول ما يعني الدول الراعيه للارهاب، يعني شنو يعني ممنوع كل المنظمات دي السنوات الاخيره العشر 15 سنه دي ليه ما دخلت اموالها؟ ليه ما جات استثمرت؟ ليه ما عملت الكلام زي ده؟ لان السودان بيسوي العقوبات والدول الراعيه للارهاب. نتوسط خيرا انه الغمه والمشكله دي تنفح عشان المنظمه دي والمنظمات الثانيه تقدر تيجي تشتغل. انا بقدر اكشف لكم اسمهم، هي منظمه ثانيه بتحاول تشتغل وتمول الشباب وتمول التعليم وتمول البحث العلمي وتمول الخريجين اللي هو بنك دويتشا توتش الالماني ده عايز جاي يدخل السودان. برضو انا سمعت موضوع الدول الراعيه للارهاب ده جاي يمول الخريجين من السنة الأولى للسنة التاسعة، بمعنى لو 9 سنين أنت خريج عندك الفرصة تعتبر من الخريجين، يدعموه ويمولوا ويعملوا الكلام ده له 50 سنة في أثيوبيا وفي... بالمناسبة يعني أنت تشوفوا الدول نهضت زي بنين وزي رواندا وزي الصين، ما تفتكروا إنه الدول دي بس إنه كان عندها قائد ملهم فقط، لا الدول دي حتى المنظمات دي ساهمت في الموضوع زي وقلت لكم المنظمات دي بتساهم لأسباب يعني one to one situation يعني، وبتستفيد من الشراكات البزنس ما بينه وبين الشباب رواد الأعمال. أنا قبل كده قبل شهر كده مش قلت لكم المستثمر الخارجي بيجي بيبحث عن شريك وشريك ده بيكون بيبحث عن رواد الأعمال داخل الدولة، وهم بيصنعوا رواد الأعمال وبيعملوا معهم شراكة ويستفيدوا منه. فده كل اللي أنا بقدر أقدمه وبقدر أقوله، كل أبديت أنا حكتبه أو أنا حقوله أو حاليا أنا ساعي إنه في بعض الشخصيات تتبنى هذا العمل، وللأسف يا جماعة في بعض الشخصيات الآن كنت الآن بثق فيها إنه هي ممكن يعني حميمة وتدير مثل هذا العمل،
تواصلت معاها وارسلت لهم رسائل، وفي ناس ما ردوا علي اصلا، والله في ناس ما ردوا علي، يعني اديتهم سطر كده يعني، يا جماعه في مشاريع تعالوا امسكوها وتعالوا شوفوا قصه دي شنو، دي حساسه التنميه في بلدنا وشبابنا اللي قاعدين تحت العواميد دي، ما ردوا علي. انا عشان لما اقول كنت انا خايف من الموضوع زي ده بقوله من البدايه، لكن هو ما بيمنع بيج ثينك، يعني احنا قاعدين نتكلم عن التنميه ودعم البلد شنو، الناس على قفا من يشيل، بس انا ما بعرف، لكن ان شاء الله قاعدين نعرف وقاعدين نشوف، وفي شباب زي الورد. انا شخصيا اكون كملتها واكون الحاجات اللي عندي وجاهز الاسئله لو في اسئله. شكرا جزيلا استاذ امجد. انا عجال، انا دار الخص للشباب لانه في اسئله كثيره بتقول التسجيل كيف التسجيل كيف. طب الان انت تقريبا اتكلمت عن 3 مواضيع اساسيه. الموضوع الاول هو المختبر، ال 30 ساعه التدريبيه. طيب ال 30 ساعه التدريبيه في ناس كثير سالوا التسجيل فيها كيف. انا عشان اختصر الموضوع ده، حتكون في تنسيق يتم بيننا في اداره مجموعه الباحثين والاستاذ امجد، انه حتكون كل الدورات اللي قبل كده عملناها بنعمل جوجل فورم او طريقه من طرق التسجيل، الناس تسجل بياناتها وان شاء الله التنسيق بيتم. الدوره دي بتبدا كيف، العدد او المختبر ده يبدا كيف، وعدد المطلوب او العدد المناسب استاذ امجد ممكن يغطي. معلش اوفي، معلش اوفي، معلش اوفي في النقطه دي. انا عايز يعني اضف البشره للشباب الموجودين، نحن الان انتهينا من منصه كوتشنج التدريبيه، دي منصه عالميه هتقدم دورات تدريبيه لاحدث الدورات الموجوده في العالم مع شهادات معتمده دوليه. ونحن المنصه دي تدريبيه على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا. نحن ويمكن في شباب من اللي قاعدين في المنصه دي شغالين فيها سامعني، نحن عاملين تخفيض خاص واسعار رمزيه خاصه جدا 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 للشباب السوداني، للشباب السوداني كله، غير في الدول الثانيه. فكل الدورات دي حتلقوها بالسيرتيفيكيت. وشويه كده اديكم حاجه لطيفه، في بعض الدورات بتمنحها شهادات من جامعه جورج واشنطن، ويعني في بعض الدورات الشهادات جايه من جامعه جورج واشنطن في امريكا في كده. ف وده يوم ممكن نعمل له لايف خاص، وحيستضيف مدير الاي سي اس بي برضه عشان انه يتكلم برضه عن النقطه دي. شكرا جزيلا. دي برضه بشرى ثانيه. طيب البرنامج الثاني اللي هو بتاع المراكز رياده الاعمال او تي او تي 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 او في الجامعات، ده البرنامج الثاني بدانا، انا بدات فيه زي ما قلت لكم مع مجموعه من الزملاء، الناس المهتمين ممكن برضه نعمل فورم للتواصل. البرنامج الثالث شرحه استاذ امجد بطريقه مستفيضه جدا، فكره المنظمه الجايه تخش في السودان وتشتغل الشغل الكبير ده. الشباب اللي معانا في الزوم تقريبا نحن تجاوزنا الساعتين، لكن نحاول نختصر عشان التسجيل يكون قابل للمشاهد الاكبر عدد. عندي سؤال ومستعد انه يتداخل، يستخدم حصيله رفع اليد الشباب اللي معانا في الزوم او يكتب السؤال. تقريبا معظم الاسئله اللي اتكتبت الان هي تم الاجابه عليها ضمنيا، ولا عندها تساؤل بتقول في منظمه نسويه ممكن تتواصل معاك نشوف كيف ممكن نستفيد من المنظمه النسويه المسجله في السودان. استاذ امجد زي ما قال هو ما ناطق رسمي باسم المنظمه او الجهه الجايه دي، لكن اي ابديت عنها هو حينزله في اي لحظه من اللحظات. هل عندك اضافه للكلام ده استاذ امجد ولا؟ اي طبعا، يعني انا دائما يعني في بعض برضه الرسائل اللي جاتني انه سي في وانه المعينات وانه كذا. الخبر السعيد انه كل الناس الابدت والمتحمسه انها تشتغل المنظمه دي بتكون مبسوطه جدا لما يجيها واحد يقول له والله انا عايز اشتغل، انا عندي باشون عندي الحماس، فبتستوعبهم. لان هي اول حاجه المنظمات الدوليه دي لما تشتغل في المجال ده بتؤمن اول حاجه بالباشون، بتؤمن بانك انت تكون مقتنع بالموضوع زي ده. وكل المدربين الحيدوا على اعلى مستوى حتاهلهم، كل السي فيهات السي فيز الاعلى مستوى حتاهلهم برضه. يعني ما في واحد يجي يقول والله انا السي في بتاعي ده واشتغلت اوكي، لان هي عندهم منهج خاص. يعني كل الشخص الناس اللي حتجيب سي في انا متاكد حيستوعبوهم، وحتى ما حينظروا كثير للسي فيز المتباينه، لانه هم بيخضعوا لمنهج تدريبي خاص بالمنظمه ما موجود اساسا في اي مكان. هم دارين يجيبوا ناس بتاعينهم فاهمين شغلهم ويشتغلوا شغلهم. لكن الناس اللي بتسجل سي في
طبعا النظره دي ما فيها الله لو سمحت فلان ده، انا ولا انا ما بعمل كده، ولا اصلا المنظمه دي بتعمل كلام زي ده، ولا اصلا بعدين ما حيرفع ولا حيسمعوا لي اساسا. دي منظمه والناس الحديثه تشتغل ناس ما بتعرف امجد ذاته، ولا امجد ذاته ما بيعرف، يعني انا ما عندي اي يد، ما عندي اي حاجه كده تطش عليهم او كلام زي ده. لكن ممكن اتابع كمستشار ككونسلتنت، انا قاعد اتدخل وقاعد اقول، خاصه في مرحله التاسيس بس يعني. لكن والله صدقوني كل الناس حيستوعبوا. شكرا جزيلا. تاني تقريبا ما في اي اسئله، بس حاب اكد انه المختبر التدريبي 30 ساعه التسجيل بتاعها حيتم لاحقا، حيكون الاعلان عنها والمنصه اللي حتتم من خلالها. الى الان ما في زول استخدم خاصيه رفع اليد للسؤال. شاكرين جدك جدا يا استاذ امجد على زمنك، على نهارك، قضيت معنا ساعتين، قدمت معلومات مستفيضة عن الفكرة بتاعت المختبر بصورة عامة. إلى الآن ما في أسئلة، الناس بيشكروك شكرا جزيلا جدا، سواء كان هنا أو في مجموعة الفيسبوك. فأنا قدر الإمكان بحاول إذا ما في أسئلة عشان ننهي التسجيل ده عشان يكون قابل. لو لقيت أنا أي أسئلة في الصفحة، لو لقيت أي أسئلة في الصفحة موجودة ما جاوبنا عليها هنا، انا حجاوب في الصفحه يعني. حاسس لو في ناس عايزه تسال برضه في الصفحه، انا صفحه مبادره السودانيه. الفيديو في الصفحه انا عامل لك تاج يعني، حتظهر لك طوالي في صفحتك. يعني ممكن اجاوب عليها حتى لو ما الزمن ده، لانه احنا يعني اخذنا زمن طويل من الناس. وشكرا جزيلا للناس اللي قدرت تسمعنا، وشكرا جزيلا للدكتوره خلود، وشكرا جزيلا لوفي وللباحثين السودانيين على الزمن بتاعكم انتم. نحن يعني الدنيا نهار عندنا، فشكرا جزيلا. وكل حاجه ابديت في هذه المجالات انا شرفني تكون عن طريق مبادره الباحثين السودانيين، وحتى الدورات، وحتى المنصه بتاعت الكوتشين، وحتى مراكز رياده الاعمال، كل المشروعات هي حتى في منظمه في مبادره الباحثين السودانيين. هم اكثر شخصيات ما اعتيادية من متخصصين، أنا شخصيا قاعد أستفيد منهم يعني. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك أستاذ أمجد، ونشوفك في القريب العاجل. الآن في أمان الله، إلى الآن ما في سؤال. السلام عليكم ورحمة الله.